أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه المتابعة الخاصة للحركة الحاصل منذ 17 من تشرين الأول حتى اليوم. ينعاد عليكم اليوم عيد الاستقلال، أيضا تابعنا العرض العسكري وسنتابع خلال هذا النهار كل الفعاليات بهذه المناسبة، إن كان على الصعيد الشعبي وحتى على الصعيد السياسي والعسكري والأمني وكل الاحتفالات الحاصلة على المناطق اللبنانية كافة مع شبكة مراسلينا. أريد أن أرحب بضيفنا بالاستوديو الوزير السابق فادي عبود، أهلا بك. شكرا معالي الوزير، يعني بداية ينعاد عليك بهذا الاستقلال، كنا نتمنى أنه يكون بغير ظروف، بظروف أحسن إن شاء الله. الاستقلال القادم أو هذه المرحلة تكون عم تحضر لاستقلال قادم العام المقبل بظروف أفضل طبعا. بالطبع اسمحي لي عيد كل اللبنانيين، ولو كان استقلالنا السنة حزين ولكن المشكل يعني كان لازم كلنا نتوقعه، وبالتالي بدنا نشوف كيف بنطلع منه. هيدا المهم. وبهالذكرى هيدي بحب دائما اتذكر شيخ بيير جميل يلي استشهد مثل هالنهار هيدا، ويلي كان وزير صناعه، وانا طبعا كنت رئيس جمعيه صناعيين، فبالتالي بتذكره والله يرحمه. حقيقه اشتغل للصناعه بكل ما اوتي من قوه. نعم طبعا، نحن كمان من حي روحه. ذكرت معالي الوزير انه بهالنهار الحزين، يعني بهالظروف الحزينه، البعض يتفائل بالثوره ويرى انه بدايه لامل وبدايه لتحسن لوضع لبنان، والبعض يتشائم. اليوم كيف فينا نوصف الوضع؟ شوفي من الاخر، لولا من الثوره كان التغيير شبه مستحيل. اليوم كلنا متاملين لأنه صارت هيدي الثورة، ولو ما صارت هيدي الثورة كنا رح نضلنا عايشين بنفس الدوامة اللي صرنا عايشين فيها أكثر من 30 سنة. نحن عم نحكي بعد الحرب الأهلية يعني. فبالتالي لا، أنا متفائل بالتغيير، ولكن بدنا نكون يعني كلنا على نفس الموجة إذا صح التعبير، لا يطلع عنا تغيير ويطلع التغيير هيدا قابل للتنفيذ. أي موجة؟ شوفي المفروض يكون تناخد المطالب. هلا نحن مركزين، بتعرفي مئات الانترفيوز بالنهار مع العلم اللي على الطريق، كل تفكيرنا هلا منصب اذا كانت حكومه تكنوقراط، تكنو سياسيه، اختصاصيين، ناس بحياتهم ما يعني مش عايشين بلبنان، يمكن نجيبهم برا الى اخره الى اخره. يا ريت نحن بنركز شو المطلوب من هالوزراء. دائما مفروض احنا يكون عندنا تفكير وتركيز، حتى لو اجينا وزاره فيها 30 واحد ما بيسوا، 30 حرامي، بده يكون عندنا سيستم يمنع السرقه. نحن هلا مركزين اكثر على التوصيف تكنوقراط مش تكنوقراط، اكثر ما مركزين كيف بدنا نربط هالموضوع هذا لما يقدر يمد ايده على المال العام. ولكن حتى تربط هذا الموضوع او نحكي بسيستم معين يقدر يحاسب او يقدر يمنع اي حدا من السرقه، اليوم بدك كمان سلطه تقدر تركب هيدا السيستم. يعني هون عم نفوت بدوامه مفرغه. نطريلي لا، لانه انا قلت يعني لولا من الثوره تغيير السلطه كان شبه مستحيل. بس هلا نحن مش بس المشكله بالسلطه، في قوانين وفي اجراءات. طيب اذا عادت الوجوه نفسها، ولا مش حتى الوجوه نفسها، الجهات السياسيه الحاكمه نفسها بوجوه اخرى، اليوم قد في ثقه انه مزبوط ممكن تزبط هذه الاليات؟ عندي انا زيرو ثقه. لو جبناه هون مين ما كانوا يكونوا، وفي عندنا تجارب هلا بهي الوزاره، في عندنا تكنوقراط من خلاصه الاوادم ومشهود لهم عالميا وإيدين بيض 100% يعني بحياتهم مش مدين إيدهم على المال العام أو شيء وما قدروا. بدي أسألك سؤال، إذا إجوا قالوا لك تفضلي أنت ديري الام تي في، بس أنت ما لك حق لا تستغني عن خدمات حدا ولا تجيب الإكيب تبعك، بتقبلي؟ إذا كان عيدي عليك وراسك تكنيكال ما رح تقبلي، لانه اذا انت ما جيت قدرتي غيرتي بشي ما راح فيك تحسن الوضع. فبالتالي نحن هاي اول مشكله بده يجيبها الوزير. من سيكبل على عمل الوزراء اذا كانوا من اختصاصيين؟ السيستم مكبل. طيب انا اذا هالمدير العام مش قادر اشتغل معه، فيي استغني عن خدماته، اعطيه فرصه احطه بالبيت. هذا ما تبعناه ايضا بوزاره الشؤون الاجتماعيه منذ يومين بموضوع المدراء العامين. مثلا مش بس المدير العام، هلا يعني غضب الشارع انصب
كله على الوزير. الإدارة يا جماعة الإدارة، أنت بتفكر أنه وزير في يسرق إذا ما كان عم تعاون معه الإدارة؟ هلأ نحن دايما بنحكي بالسرقات الكبيرة، ولازم نحكي بالسرقات الكبيرة، وبالطبع الدرج بنشطف من فوق لتحت، صح. ولكن السرقات اليومية، رشاوي اليومية، بتعرف أنه هاي نحكي من موظفين درجة تانية ودرجة تانية، بتعرف شو هي هالمبالغ؟ هيدي المبالغ قد توازي السرقات الكبيرة في بعض الأحيان أكثر. يعني هذا الموضوع الإصلاح أول شيء. كم كنت أتمنى طلع على لساني شعر وأنا صلي 20 سنة حامل لواء الحق في الوصول إلى المعلومات، يلي صدر هذا القانون من سنتين وتم اغتياله، الأمين العام لمجلس الوزراء قوصوا رصاصة الرحمة. هلأ أنا عم أقدم قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة. كل الإصلاح ببلش من هون، الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة. أول شيء بوقفوا العالم يتهموا بعضهم. يعني اليوم ما رح تقدر تقنع لبناني يدفع ضريبة يلي هو واجب عليه إذا ما نعطي إنه هاي الضريبة ما عم تنسرق. هلأ اللبناني شو ما تحكي معه، شو ما تحكي معه راسه ما بقى يفرز. طب برأيك وقفوا السرقة. البداية من أين؟ يعني أول قبل ما نفوت بموضوع لماذا لم يتم الدعوة إلى استشارات نيابية وهذا الالتفاف على الآلية الدستورية، يعني بمعنى منقرر من الرئيس الوزراء قبل ما ندعي لاستشارات، رح نحكي عنهم بالتفصيل. ولكن اليوم برأيك إذا بدنا نحكي عن خارطة طريق لتغيير حتمي إن كان بالآليات العمل الوزارة أو حتى بعمل الوزراء أنفسهم، من أين نبدأ؟ أولا نبدأ بالنصوص. في كثير من النصوص بدأ تعديل قبل أي شيء آخر. لبنان حتى بفلتمن بالاجتماع اللي اجتمعوا مع الكونغرس شو قال؟ قال كل الدول المانحة للبنان ترتاح أكثر إذا في قانون بلبنان للشفافية المطلقة. أول شغلة قبل أي شيء آخر، قانون غير قابل للاحتيال. مين بده يعمله هيدا؟ بده يعملوه النواب، وبده الشارع يفسر لهم ويشرح لهم. ولا واحد منكم رح يشوف النيابة إذا ما وقع على الشفافية المطلقة. وانتبه هيدا قانون بده يكون بلا مراسيم تنفيذية. أكبر عملية احتيال في تاريخ لبنان كله، أكبر عملية احتيال هي المراسيم التنفيذية. كل البرلمان عطلوه، بيعمل انه بصوت على البرلمان، بيجي الكتبة والفريسيين عابدين النصوص بيعملوا مراسيم تنفيذية بعطلوا القانون كله، او مثل ما صار بالحق في الوصول الى المعلومات ما بيعملوا، ما في مراسيم تنفيذية. فاول شغلة هذا القانون مراسيمه التنفيذية منه فيه، والقانون يعني من يراقب هذا القانون ايضا؟ الناس، تنفيذه الناس. لأنه اليوم بدأ تطلع القانون وأنه كل البيانات بدأ تنشر، حتى مش بس في قوانين. يعني نحن اليوم عنا دستور مهم جدا، يعني حتى بنصوصه بقوانينه كيف هو، يعني إذا يطبق الدستور عنا نحن آليات مهمة بلبنان، ولكن ما في حدا يتابع تطبيقه، ما في حدا يلتزم ببنوده، ما في حدا، يعني كله عطول في التفاف، في تسويات، في تأويلات عليه. اليوم سيدتي إذا ما عندك، ليش الناس على الطرقات؟ الناس على الطرقات. طيب بس الناس على الطرقات بسبب ما فيها تضلها هي اللي عم تراقب الناس، بدها سلطة سيدي. حاكمة توصل توثق فيها، نعم. تسلمها هذه المهمة. أهم رقابة بالعالم هي تحصلي على المعلومات. إذا حصلتي على المعلومات بتعرفي في كتير اختصاصيين بلبنان، وكل شغلة في ناس مهتمين فيها، إن كانت مناقصة وإن كانت طريق وإن كانت شراء جنريترز وإن كانت شو ما كانت، لم الزبالة إلى آخره. نحن اليوم ننطلق، المواطن مفروض أنه ينطلق بالحقبة الجديدة بالرقابة، وهيدي الرقابة ما بتصير إلا هل طرح هذا المشروع؟ طرح، بعته لكل النواب، لكل رؤساء الكتل، ما في نايب بلبنان ما بعته له إياه، ونشرته عدة مرات على صفحات الجمهورية وغير وسائل الإعلام كمان، وعطيته لكذا محامي يبحث فيه. حرية أو شفافية مطلقة وبيانات مفتوحة، open data. بتفوتي أنت على أي وزارة، مش بدك تطلب المعلومات ليعطوك المعلومات،
هذا شيء من التاريخ. المعلومات موجودة على صفحات الوزارة، على الإنترنت صفحة الوزارة. هذا أول خطوة تنبلش فيها. خطوة بس التانية. هذه الخطوة تتطلب جلسة تشريعية طبعا. صحيح. واليوم في رفض من الشارع لأي جلسة تشريعية، في أولوية للدعوة لاستشارات نيابية. لماذا حتى اللحظة لم يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية؟ بتعرفي أسوأ شغلة ممكن يعملها رئيس الجمهورية أنه يدعي للاستشارات ويكلف رئيس مكلف، والرئيس المكلف يقعد سنتين بلا ما يألف حكومة، لأنه كمان الدستور رح يقعد سنتين رئيس الجمهورية بلا ما يدعي للاستشارات. لا حتما لا عم بيجرب رئيس الجمهورية قدر الإمكان يكونوا هالكتل يعني آخرة النهار. unfortunately سوء حظنا كلنا أنه هالتشكيلة الحكومية بدها تروح على مجلس النواب. إذا ما راحت على مجلس النواب وما عطاها مجلس النواب الحق أن تمارس، فبالتالي ممكن نصير بأزمة معقدة أكثر من الأزمة اللي احنا فيها. فخامة الرئيس وكل رئيس بالسابق بيعمل استشاراته بالأول لا يشوف متى. أول شيء قبل ما يعمل استشارات بده يؤكد أنه هالاستشارات راح تؤدي إلى نوع من اتفاق، فبدسدس مثل ما بيقولوا يعني استشارات صورية بالأول. قبل لا الاستشارات الدستورية رح تكون استشارات صورية لأنه رح يكون محسوم الموقف. لا الاستشارات الدستورية بيجي وبيسمي بفوت بيقعد، ما في حوار بينه وبين الرئيس. إيه بس بفوت لعنده بيقول له أنا بدي، رح يكون عارفين مين جاي رئيس وزراء قبل ما ندعي للاستشارات، وهذا التفاف على الدستور. مش بالضروري قلبة، هي استشارات هي انتخاب النواب، بس يروحوا لعند رئيس الجمهورية رؤساء الكتل وبيعطوه تصويت، هن عم بيروحوا يصوتوا على فلان أو فلان أو فلان لتأليف الحكومة. بس متى تم التكليف مثل ما قلنا بيقدر يقعد الرئيس المكلف سنين. أنا اللي ما عم بجرب يتجنب هالموضوع، واللي ما عم نقدر نلاقي له جواب، ليه ما بيتم الدعوة لاستشارات الاستماع إلى النواب على أساسها يتم التكليف ومن بعدها يعني بتمشي الأمور بسياق دستوري الطبيعي؟ أوكي، إذا صار هالشي وما قدر الرئيس المكلف يألف وما كانوا الكتل كلهم مقتنعين بهالخط هيدا وراحت على مجلس النواب أو ما أخذت الثقة، عرفتي كيف، أو تغيبوا عن جلسة الثقة، هيدا موضوع دقيق جدا جدا يعني جدا. هلأ لابد قبل الدعوة للاستشارات بدنا ندرس هذه الخطوات كلها؟ لا بدنا ندرس تنشوف لكي برجع بقلك اليوم في كتل معروفين بلبنان، أربع خمس كتل بشكله الماجوريتي تبع مجلس النواب، هودي إذا كانوا مش مقتنعين وتركنا الموضوع على العميانة عملناه بالدستور 100%. بس الشعب أصلا مش طالب منهم يقتنعوا، يعني الشعب ما بده إياهم أصلا. صرخة الشارع اليوم ما بده هذه الطبقة السياسية كلها، بده الدعوة إلى استشارات نيابية ومن بعد تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وحكومة من خارج هذه الطبقة السياسية. خلينا شوي ما فينا نعطل الديمقراطية كلها وقول الشعب بده. في ناس بيقولوا اليوم نحن معطلين الديمقراطية تنكون واضحين من خلال عدم الدعوة لاستشارات. مش هيك رأيي أنا، لا مش هيك رأيي. بدي أقول لك شغلة، يعني نحن بنسمع أنه أحد الاختصاصيين بيقول كان في بالشارع بالزروة 300,000، الناس بيقولوا 3 مليون، ففي فرق بين 300 ألف و 3 مليون. كله هيدا الموضوع بغض النظر، بغض النظر تماما، بغض النظر معك حق. نحن اليوم الشعب قال كلمته، هيدي الثورة بدها تكون برأيي أنا أهم ثورة من الاستقلال لليوم. صحيح. وهيدي اللي بدها تخلق حقيقة دولة حديثة وشعب واعي. حكينا كيف بده يكون الشعب واعي عن أهمية الشفافية المطلقة، بس نرجع لسؤالك تما بين أنه عم تهرب منه. لا موضوع رئيس الجمهورية وقت اللي بده يعمل استشاراته، الاستشارات تصويت، بيروح لعنده رئيس كتلة معينة بيقول نحن بدنا رئيس الحريري، نحن بدنا فلان فليتين إلى آخره إلى آخره. هيدا الموضوع بده يزين حملته، لأنه إذا كان ما يعني عم نحكي الاقتصاد، عم نحكي وضع شعبي، عم نحكي التركيبة كلها يتسوى. إذا الرئيس المكلف بقي خمس ست أشهر ما قدر
ركب تركيبة تاخد الثقة من مجلس النواب كاتاستروفيك. طيب بس اليوم إذا هذه المهلة أخذها رئيس الحكومة، شو بيمنع أنه ما يخدها اليوم رئيس الجمهورية للدعوة للاستشارات؟ يعني إذا الوضع معقد رح يكون معقد على رئيس الجمهورية، رح يكون معقد على رئيس الحكومة. طيب يعني نحن عم نحكي هلأ، يعني عم نكبر القصة أكثر، 3 أسابيع 4 أسابيع صاروا استقال رئيس حريري، فبالتالي يعني مش أنه نحن القصة عم بتمد. لحظة، عم نحكي بأربع أسابيع البلد منهار، عم نحكي عن اقتصاد مدمر، عم نحكي إذا عن تبت على لحظة يا إذا تم التكليف مش حالة طبيعية حتما سريع. بس إذا تم التكليف وما قدر الرئيس المكلف يألف حكومة، الوضع اللي عم توصفيه رح يصير أسوأ. يعني اليوم أصلا يعني ما عم نحمل المسؤولية فقط على رئيس الجمهورية، عم نحمل المسؤولية على الكل. يعني حتى لو كلف رئيس الوزراء وأخذت معه هذه الفترة، يعني البلد لا يتحمل تماما. بما أنه الدستور بهالموضوع منه موضح وما عطيه للرئيس المكلف شهر شهرين ثلاثة ستة، عطيه فترة مفتوحة، هيدا موضوع كتير دقيق وبده ينتبه رئيس الجمهورية. الجمهورية على ما يبدو فترة غير محددة لداول الاستشارات. طبعاً يعني أنت حكيتي إنه دستورنا واضح، لا دستورنا بعدة محلات مش واضح، بعدة محلات. مثلاً. دستورنا واضح بالخطوات ولكن ليس واضح على ما يبدو بالمهل. وال يعني حتى إذا بدك تروحي مثل بدل ما فيها دساتير مثل بريطانيا بيروحوا على شو صار قبل. يعني نحن في عندنا مراحل كان الرئيس المكلف قعد سنتين وثلاثة بدون ما يألف حكومة، فبالتالي نعم على رئيس الجمهورية أنه يدعي الاستشارات الملزمة دستوريا بأسرع وقت ممكن، بس مش غلط أنه يجرب خلينا نسميها مثل ما هي يطبخ الطبخة تما يجي رئيس الحكومة وما يقدر يألف. هل طبخ التسويات وتقاسم حصص؟ طبعا، شو بنضحك على حالنا يعني؟ بده يكون كتلة حزب الله المقاومة قابلة وكل الكتل نعدده كل الكتل أو الماجوريتي تبع الكتل، يعني بده يكون يقدر ياخذ هالاسم ثقة. طيب اليوم وهون يعني هون كمان ليكي هلا كان في محاولة لتعيين أو تكليف بالأحرى مع الوزير الصفدي، وشفتي ردة فعل الشارع؟ هيدا اللي بدي أوصل له. اليوم هنالك محاولات لتسويات، لتقاسم حصص، لضمان الوجود السياسي بهذه الحكومة، ولكن مطلب الشارع واضح. وحتى اليوم منذ 17 من تشرين لليوم يعني الشارع كان واضح أنه أي خطوة لا تتماشى مع أهواء المتظاهرين على الأرض نحن رح نجهدها. يعني اليوم أليست هذه مضيعة للوقت؟ عم يتقاسموا كيف بدها تكون حصصهم بحكومة هن أصلا ما رح يقدروا يوصلوا لها بمواجهة صوت الشارع. هودي الكتل يلي رح تطلع قاسي الكلمة بدو ينقبروا يعطوها ثقة للحكومة إذا ما كنت مركب. يعني أنت اليوم مطلوب من نواب بأغلبيتهم الساحقة مرفوضين من الحراك، بأغلبيتهم الساحقة مرفوضين من الحراك، ما عاد عم سجل يمشي على الطريق منهم. أوكي، هودي الناس هن اللي بدهم يصوتوا على هيدي الحكومة لا يعطوها أو ما يعطوها الثقة. فبالتالي إذا ما كان ولنه رئيس الجمهورية عارف يا عمي أنتوا بتقبلوا بحكومة تكنوقراط اختصاصيين ورئيسة مثلا الرئيس الحريري، اذا بتشوفي يعني رح نضل نشوف هذه المشاده بين الشارع والسلطه. ابدا ابدا، هون اذا بدك حكمه رئيس الجمهوريه، هون بده حكمه رئيس الجمهوريه انه يقنع هالكتل انه لا حان الوقت، شعبنا رافضنا، خلينا نجرب وجوه جديده، وجوه غير حزبيه، وجوه قادره تريح الناس. بس هيدي الوجوه اللي قدرت تريح الناس بدك كل الكتل التقليدية في لبنان تقبل فيها وتصوت معها. ولكن حتى الساعة لا يبدو أنه هذا هو الجو. يعني حتى الساعة بعدنا عم نحكي بحكومة تكنوسياسية تتضمن أسماء حزبية تضمن للكتل الكبيرة أو الأحزاب الكبيرة وجودها بالسلطة. صحيح، وهذا شيء غير مقبول من الشارع. تمام، شو الحل؟ يعني بعدنا عند النقطة صفر. شو الحل؟ بعد 4 أسابيع. يعني إذا أجل اليوم قبل ما نوصل على الحكومة
إذا كلف فخامة الرئيس أو بالاستشارات طبعا مش هو بده يكلف، النواب بيكلفوا مثلا الرئيس الحريري، القسم الأكبر من الشارع رافض، لأنه كمان رئيس الحريري هو من ضمن هالتركيبة بالأساس اللي وصلت لبنان على ما هو عليه. فبالتالي الاستشارات دستوريا يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن، بس في واجب على الرئيس يكون عطية حظ لهالمكلف أنه يكون حظه معقول بالتأليف، لأنه إذا ما كان حظه مقبول بالتأليف وألف حكومة وما أخذت ثقة مجلس النواب، الوضع اللي نحن فيه هلأ مصير نترحم عليه. هل تعتبر أن اليوم عمل رئيس الجمهورية معرقل ومكبل؟ شوفي، عمل كل من بالسلطة اليوم مكبل. من من؟ من الشارع. ولو ما كبلوا الشارع كنت بتحلمي حلم بالتغيير. الشارع واضح، لا لا ما كبلوا، واضح قالوا نحن بدنا 1 2 3. طيب بدنا 1 2 3 وبدنا كل وجوه جديدة بقطع النظر عن توصيف تكنوقراطك، بدنا وجوه نوثق فيها، بدنا بدنا تاريخ هالرجل أو هالمرأة اللي بدكم تسموه يكون ما عليه علامات استفهام. بلبنان كله ما بقى فيه 20 حدا؟ في 20 وفي 30 وفي 100. كيف مكبل رئيس الجمهورية؟ بدك يقبلوا كل الكتل. يعني هو ليس مكبل من الشارع، هو مكبل من الكتل. طب ومن الأحزاب. هلا في فريقين، كل فريق بحط شروط وهالشروط صعب تنفيذها، تؤدي إلى تكبيل. فبالتالي من مين مكبل؟ ما في واحد يكون مكبل وقت بيكون في فرقة بتقول الفرقين مكبلينه أو بده ياخذ بوقف معه. بس اليوم في واقع أقوى من الواقع اللي كان سابقا، اللي هو واقع الشارع. اليوم هو الشارع قال كلمته سيدتي. ومين اليوم شرعيته أقوى، السلطة السياسية أو الشارع؟ أنا برأيي الشارع. أنا برأيي هيك، وبعتقد الشارع أثبت أنه اليوم هو يلي قادر يكبل البلد كلياتها سوا. والمطالب أنا معه، المطالب أنا معه، بس أنت عم تحكي مع شارع غير إذا بدك مجرب، طبعا مجرب وبحترق أنفاسه، ولكن ما عنده الخبرة الكافية كيف بده يصير التغيير بالبلد. إذا بتسمع الشارع طبعا، لأنه بالنهاية في عدة طبقات طبعاً. إذا بتسمع مثلا بدهم استقالة ثلاثة، بلشت الرئيس أصلاً الثورة، بلشت بفوضى مطالب، ترجعوا ظبط حسن ومطالبهم. بطبيعة الحال الشارع يحمل الكثير من الطبقات الاجتماعية، حتى مش الكل، مستوى يعني التعليم والثقافة وإلى آخره. ولكن الثورات هيك، يعني ما عم نلومهم طبيعي، إنه هيدا الثورات بلش هيك. هلا المهم نعمل تشانلينج، نعمل كنات ولكن بخطوات أولى كان في وضوح، استقالة حكومة، تشكيل حكومة تكنوقراط من اختصاص. عم نحول كل المشكلة إذا كان عم بيخالف رئيس الجمهورية الدستور أو ما عم بيخالف، ولازم رئيس الجمهورية يكلف بقطع النظر إذا هالرئيس المكلف قادر أو مش قادر يألف حكومة. أنا برأيي هذا الموضوع شوي مش عم بيوصف المشكلة على ما هي عليه. سوف ننتقل لمتابعة الأوضاع الميدانية في المناطق اللبنانية، نبدأ بطرابلس والزميل ألان درغام. ألان، يعني طرابلس اليوم تحتفل بعيد الاستقلال بطريقة خاصة، كيف هي الصورة من طرابلس؟ صح، هناك طبعا حيكون عرض مدني كبير جدا على الساعة 3، هي عبارة عن مسيرة ضخمة جدا رح تنطلق من الميناء متوجهة من المعرض وصولا إلى ساحة النور. طبعا العلم اللبناني سيهيمن على المشهد، ولكن دعيني أيضا أصف أين نحن الآن مع الزميل فادي سكيف. نحن حاليا بباب التباني، يعني ربما الثورة البقار عفوا، لكن أعطانا بالقرب من باب التباني. ربما الثورة ما حققت المطالب الأساسية يلي عم نسمعها يوميا، وإنما قدروا إنه ينجزوا إشياء كثيرة مثل توحيد الشعب تحت راية العلم اللبناني، بالإضافة بالشعور بوجع الآخر. لذلك إجت اليوم عائلة من عبرين البترون محملة بغراض، جاي تفرقهم لعيال هن بحاجة لهم. يعني شو هالمبادرة؟ ما كنت بتطلع على الإعلام، قلتي لي حابة أعمل مبادرة فردية، بس قلت لكم هيدا نوثق هيدي الصورة، بس لنقول قد اليوم الشعب اللبناني عم بيشعر مع الآخر وعم بيتعرف على أهله بنفس الوقت. ألام، من بعد ما شفنا الروبورتاج اللي حضرتك عرضتهم على تي في، صحيح كنا عارفين في فقر بلبنان، بس ما كنا عارفين إنه فقر مدقع
مقرون بأمراض مزمنة ما حدا باله فيهم لهودي إخوتنا. فنحن منستغني عن السياسيين وعن مساعداتهم. أنا بطلب من كل العالم، أنا بس مبادرة فردية أنا وبنتي تحمسنا ماشي فلس الأرملة، بس إذا كل واحد منا بيتضامن مع إخوتنا بباب التباني أو بكل مطرح في فقر وأمراض، كلنا بنقدر نعمل فرق كتير كبير ولو كان شوي شوي. ما حدا يقول أنا ما عندي إلا كيس صغير أو علبة بيسكوي، هاودي مع غيرهم بيجمعوا وبيعملوا فرق كتير كبير، لأنه ما فينا نتكل على حدا يساعد بعض، نحن بس بدنا نساعد بعضنا اللبنانية لأنه نحن أخوة وهيك الله وصانا. خلينا نبلش نحمل الأغراض وتوجه إلى الحي، تفضلوا ساعدونا يا جماعة. طبعا نحن عم نمشي بالحي، بدي احكي مع احد سكان هذا الحي ليوصف لنا تعال احلام تعال احلام، اوصف لنا هذا الشارع هنا في البكار، يعني كيف الشعب عايشين؟ نحن عم ننتقل فقر قد ما بدك، فقر قد ما بدك، العالم على ارض حقره بتتخبز ما فيه، الوضع بهالحارة سيء جيد جدا، أدوية ما في. تشوفوا ناس جايين من منطقة أخرى من قضاء البترون جايين يتعرفوا على أهلهم، هن أهلهم هيدول أخواتنا هن كمان. نعم نحن هدول أخواتنا عم يساعدوا ويساهموا لهالفقرة. خلينا ننتقل سويا إذا لنشوف هذا الشارع اللي عم نحكي عنه يلي طبعا يعني هو يعني مدفون بالفقر، ونحن اليوم جينا لنوثق مع هذه العائلة اللي إجت من تلقاء نفسها إلى هذه المنطقة، يعني بس تتصلوا فيه لدليهم على المكان، ما كان بده يطلع الاعلام لانه بيعتبروا عمل الخير ما لازم دائما نفرجيه للعالم، وانما قلت لهم خلينا نوثقوا امام الجميع، امام جميع اللبنانيين، نحمسهم ليقوموا بهيك مبادرات مثل ما قالت المدام، ما بحاجه دائما ننطر الدوله لانه الدوله حملت هذا الشعب لمده طويله جدا واليوم استفاقت مؤخره كثير لتشعر مع هذا الشعب يلي فعلا هو مدفون اليوم بالفقر، يعني نسبه عاليه جدا في طرابلس تخطى 60% من خط الفقر، مثل عم نشوف كل الاشخاص طوعوا لينقلوا الاغراض الى الحي، ونشوف الاهالي ردت فعلهم انه جايين اهلهم من منطقه مجاوره من الشمال ليشعروا معهم. اذا من اهم الانجازات هذه الثوره قدروا يوحدوا الجهود، قدروا انه فعلا يسقطوا الطائفيه، وبالاضافه انه الاخر يشعر مع البعض وهن تحت راية العلم اللبناني وكونهم لبنانيين فقط. نعم هي البنى المدنية هي رميمة البيوت جوا. نعم نحن ننتقل في هذا الحي، عم نشوف بعض البيوت المرممة كمان هنالك هون عم ندق على الباب الأول، عم نشوف بعض البيوت المرممة كمان من جهود شخصية لجمعيات دائما عم تعنى بمساعدة الفقراء. وصلنا الى هنا الى منزل احد الاشخاص، عم نشوف العائله في حي البقار. دانيلا انت كمان بتقومي دائما وبعمل متواصل تساعد العالم، نحن اليوم مثلا ببيت متواضع جدا، بيتك حضرتك بنت خالتي. مرحبا، اليوم اجوا ناس من البترون ليشعروا معكم ليساعدوكم، ما تستحي امك بالشغل، لكن خلينا نشوف العائله اللي اجت من البترون كيف رح تفضلوا يعني عم نشوف جايبين لهم يعني ابسط الامور يلي ممكن العائله تكون بحاجه لها من الخبز ومواد اوليه وبعض الالبسه بس ليساعدوا اهلهم، مثل عم نشوف هذه لافته رائعه جدا للبنانيين مع بعض، ما في فرق بيناتهم الا انه مدام جاي من البترون هن من طرابلس ولكن نفس المنطقه ونفس الشعب، يعني شعورك وقت تشوفي عائلات اليوم مبسوطين بوجودك هون؟ حقيقه لو جيت بس استقلال كمان نشوف كل اللبنانيين عم بيتحرروا من مناطقهم ويتعرفوا على بعضهم. نعم لازم هيدي اللفته كانت تكون من زمان لانه نحن بقلبنا متحررين من زمان، بس ما كانوا يخلونا نعبر، هلا هيدي الثوره خلتنا نعبر مزبوط عن شو في بقلبنا، وهودي الجماعه انا اخذتهم على عاتقي وبطلب من كل العالم تتعاون معنا وتتضامن معنا، وانتم بتعرفوا مين بتتصلوا. اول مره
تجي على المنطقة شخصية؟ أول مرة بحياتي وما كان بدي أجي بس لبعيد وأعطي غراض لحدا ياخدهم، أنا بدي أتعرف على العيال كتير هيدا الشيء حبته. عرف عن نفسك قديش فاديا؟ شو بتقولي لها فاديا؟ أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية ويعطيك القوة يا رب. فعلا أحلى شعب، فعلا نحن أحلى شعب. كيف اليوم عم يتعامل مع بعض كلبنانيين؟ هذا هو الاستقلال بحد ذاته، انه نحب ونحترم بعضنا البعض. بعد عم ندخل الى طبعا الى الى طبعا شفتوا هذه الحارات المتواضعه جدا يلي اكلها الفقر للاسف، ولكن كرامتهم هي اهم كل الاعتبارات. بطلع منشوف فعلا نحن مبسوطين ايضا نكون في هذا الحي. هون كمان كل شخص عنده قصه، كل شخص عنده وجع. من دق بونجور مدام، وين مدام فاديه؟ زغول الصغار لورا بليز، عيطوا رجعوا شوي لورا. شو بدك من هون؟ مدام فاديا بونجور، اليوم اجت مدام من البترون، من عبرين البترون، لتتعرف عليكم اولا ولا تشعر بوجعكم. يعطيكم الف عافيه ويعطيكم الصحه يا رب. نحن كوني اكيد نحن اخوه وايدنا ببعض لو شو ما صار، وهيك لازم نبقى كل حياتنا. وما حدا عيب بس على يلي عم تنتخبوهم يقبلوا انه يلي عم ينتخبوهم يكونوا عم بعينوا هيدي المعينات. شكرا لمدام فادا اليوم يلي اجت. هي ما كان بدها اعلام ابدا، بس انا قلت لها خلي يكون هذا المثل لكل اللبنانيين. شو فينا نحن نعمل كلبنانيين ونساعد العالم وندق على بابها مثل ما دقينا بابك اليوم ونقول مرحبا مرحبا بتقضي اوقات ونطمن عليك. ميرسي، يعني الله يعطيها الصحه. وشو بدي لها اكثر من هيك؟ خلينا اياكي نكبر فيكي مدام، نكبر فيكي احنا. ميرسي ميرسي. يعني طبعا بعض الاشخاص متاثرين لانه ما في حدا بيسأل عنهم أوقات، فعلا ما في حدا بيسأل عنهم. بس اليوم يعني أوقات عن جد ما في حدا يسأل عنهم. نحن اليوم شو عم نقدر نعمل لنسأل عنهم كمان؟ يعني يعني قد ما فينا. بتعرفوا نحن كمان محكومين بالوقت لنغطي نشاطات عديدة، ولكن كل ما عم نلاقي فرصة ما عم نقصر. كمان بدي نتعرف على بنتها لفاديا. اول مره كانت تيجي على المنطقه؟ اول مره بتجي. شعورك اليوم؟ يعني برمت لبنان بس هي احلى منطقه، لانه مش المناظر، الناس بناسها، المناطق والجمال بناسها، وناس طبيعيه، في محبه بيناتنا. حسيت بالاول مره بشوفها بعيونها في محبه، حسيت انتقل انه كانها اختي، هيك حسيت. خلينا ننتقل بعد الى منزل اخر. طبعا نحن رح نكون دائما عم نواكب كل هذه التحركات، ولكن بتعرف الوقت دائما يحكمنا اوقات. خلينا ننتقل الى منزل اخر لنشوف كيف الترحيب العالم عم بيكون لكل اهاليهم من مناطق مختلفه في الشمال. عم بيقولوا لنا انه في مطرح كثير فقير جدا، اقل من متواضع. رح ندخل فينا فوت. نعم خلينا نفوت إذا إلى هذا المنزل. ألا سوف نعود إليك لاحقا، ولكن أريد أن أنتقل إلى سوديكو، إلى الزميل رالف دومت. يبدو أن هنالك تطورات أيضا على سوديكو، هنالك تضامن مع الإعلام. رالف، الذي يحصل هنا هو أكثر من مسيرة تلتق أمام بيت بيروت في يوم عيد الاستقلال بدعوة من تجمع مهنيين ومهنيات. حاليا وصل وفد من الأطباء إلى هذه النقطة هنا بعدما كان ينسار بمسيرة انطلقت من المتحف، وهو سيتابع الطريق إلى ساحة الشهداء من أجل المشاركة بالعرض المدني الذي بات معلوما اليوم عند الساعة 2 من بعد الظهر. إذن وفد من الأطباء باللباس الطبي وصل إلى هذه النقطة، لكن أساسا وأمام بيت بيروت كما نشاهد في الكاميرا مع الزميل فرناندو حويك، هناك تجمع لعدد من المثقفين والمثقفات في لبنان، تجمع مهنيين ومهنيات يقوم بهذه الوقفة تضامنا مع كل أنواع الرقابة التي يتعرض لها الإعلام وأيضا الفن والأعمال المسرحية والكتابة في لبنان. عدد من الفنانين، من الإعلاميين، من المسرحيين، المخرجين يعني وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون في المجال الفني وصلوا هنا أمام بيت بيروت نظرا لرمزية هذا المكان الذي شهد على الحرب يعني اللبنانية، وكان شاهدا عليها، وهو حاليا يستخدم من أجل يعني
عروض المسرحية. سنتوجه نبيلة للاستماع إلى بعض يعني مواقف الأشخاص المشاركين في هذه الوقفة، وأشير أيضا إلى أنه وفد من طلاب الجامعة اللبنانية والمعلمين في الجامعة هنا في أمام بيت بيروت. رح نبلش أولا مع عدد من الأشخاص اليوم، بس عفوا سنتوجه أيضا إلى من يحمل يعني اللافتات التابعة للجامعة اللبنانية. حضرتكم اليوم من أساتذة الجامعة اللبنانية عم تشاركوا بالوقفة؟ من الجامعة اللبنانية عم تشاركوا؟ نعم، نحن أساتذة من الجامعة اللبنانية. شو الصرخة اليوم اللي عندكم إياها كأساتذة؟ إنه بدنا استقلال حقيقي للجامعة اللبنانية اليوم من كل القيود السياسية. أكيد نحن استقلال حقيقي بالوطن بالجامعة إن شاء الله. شكراً لك دكتور. أيضاً نقيب المهندسين جاد ثابت حالياً هون. نقيب سؤال، عم تشاركوا كمان كمهندسين بهذه الوقفة كأشخاص اليوم مهنيين بيشتغلوا بلبنان، الواقع الاقتصادي مش مخوفكم بظل كل شيء عم بيصير بلبنان؟ ورغم كل هالموضوع يمكن بعدكم مستمرين بالحراك بالشارع، مش أول مرة منشوفكم. طبعاً الوضع الاقتصادي مخوفنا، لأنه هالنظام الاقتصادي الاجتماعي اللي وصلنا لهالكارثة لازم يتغير كله سوا. وبتصور اللي عم بيصير بالشارع هو تعبير عن هالشي. هيدا النظام هو الأفر المنسين، هو الأفر كل الشعب، ففعلا لازم هالنظام يتغير. وبتصور اللي عم بيصير بهالشارع هو نوع من الثورة الثقافية ضد اللي حصل خلال كل وقت انتخابك نائب للمهندسين كمان، لكن اليوم نوع من الانتصار المستقلين. جانا شفنا هالمشهد نفسه من يومين من فترة قصيرة مع نائبة المحامين. صحيح، والحقيقة أنا يعني باتصال دائم مع نائب المحامين الجديد وبدنا ننسق سوا. صار في ثورة فعليا برأيك اليوم لدى المهنيين؟ صار في تغيير بالمواقف؟ صار في تغيير بكل البلد مش بس لدى المهنيين. المهنيين هن جزء من هالبلد، منهم مستقلين عن هالبلد. صار في ثورة بكل البلد، وهيدي الثورة بتعبر فعلا عن كون النظام وصل لنهايته ولازم نغيره بقى خلاص. حضرتك اليوم كمان من أي تجمع؟ أنا مش من تجمع، أنا مواطن لبناني ونزلت على الثورة من أول يوم، وعسى أنه تتحقق المطالب كلها. واليوم أكيد أنا لأنه طبعا بالحياة الثقافية والفنية يعني وعندي أصحابي، فاليوم كان في قرار بأنه نتجمع هون وننزل على ساحة العزبية وعلى ساحة الشهداء. سوف يتم أيضا رفع يعني لافتة على باب بيت بيروت بعد قليل، لكن في الانتظار نتوجه من جديد إلى اليوم الأطباء. يعني ما بعرف مين من الأطباء اليوم نقدر نحكي معه، بس حدا منكم نقدر نحكي معه. اليوم كأطباء مش أول مرة بنشوفكم بالشارع يعني عم تنزلوا باللباس الطبي. المستشفيات اليوم عندها صرخة كمان، في مستلزمات طبية عم تنقص كتير من البلد. شو اللي جايين تقولوا اليوم؟ نحن حط لي على جنب هلا قصه المستلزمات الطبيه اللي هي موضوع كثير مهم ويمكن بنعمل له اشياء ثانيه. نحن اليوم بهالنهار بالذات هيدي وقفه تضامنيه اول شيء مع الانتفاضه، مع هالشباب ومع اولادنا يلي قايلين انه هن بدهم بلد غير البلد يلي عايشين فيه، بدهم بلد عم بيطلع لقدام لطموحاتهم، مش بلد عم بيطلع لورا للزواريب العتمه ودهاليز العتمه. هيدي اول نقطه. ثاني نقطه، نحن هون لحتى نقول للجيش انه نحن وياه بذات الخندق، نحن وياه بذات الخندق لنحمي هالشعب، مش بس لنحميه جسديا بس لنحمي أماله وطموحه لمستقبل أفضل لهالبلد. مستلزمات الطبية ومشاكل المستشفيات نرجع نحكي عنها بغير وضع، وبدي أقول للعالم مستشفيات كلها بوابة مشرعة لأي إنسان عايز أنه يتطبب، المصاري ومنع عائق بهالوقت بالذات. شكرا لك أيضا دكتور. يعني ينعاد عليك أو شو بدي الاستقلال اليوم كجسم طب، من مين بدكم الاستقلال؟ أول شغلة نحن صار شعارنا دستور وجيش وشعب، هذا هالشيء يلي بيخلينا ننتفض على كل شيء، على الفساد الموجود. أول شيء حرقوا المجسم اليوم، كل شيء خلق عنا نوع من الإيمان، بتلاقي الناس صار عندها إيمان أكتر، وهالإيمان رح يخلينا بقوتنا وبقوة الشعب ننزلهم كلهم عن عروشهم ويتحاسبوا كل الفسدين. لك أيضا في هذه الأثناء يعني يصل وفد من الطلاب الجامعات مواكب سيارة أيضا يعني تمر من الساحة هنا للتوجه من بيت بيروت إلى ساحة العزرية، وأيضا يبدو في مسيرة أخرى وصلت أيضا إلى هنا. يعني رح كمل كمان نبيلة نسأل بعض الأشخاص، بس عفوا كلمة منك اليوم ككتاب كمان عم بتطالب اليوم بالاستقلال، اليوم الكاتب المفكر بلبنان هل فعلا عم بيكون في وصاية من الدولة على أعماله أو على شغله؟ لا أكيد ما في وصاية، بس في قمع.
في جهاز رقابي بيقمع الفن وبيقمع الثقافة وبيقمع حرية التعبير. في كتير ناشطين بتحاكموا وبيعتقلوا إذا بحطوا جملة على الفيسبوك. مشروع ليلى توقف بقرار من المجلس الكاثوليكي للإعلام والأمن العام وما بعرف مين. في ضغط كبير على الثقافة، ومش هناك نحن كمثقفين حاسين انه هالانتفاضة بتمثلنا وبتعبر عنا ونحن جزء لا يتجزأ منها، لانه الانتفاضة مش بس هي انتفاضة سياسية على الطبقة الحاكمة وعلى السلطة، هي كمان انتفاضة اجتماعية كبرى تحقق بلبنان اكبر انجاز بتاريخه. كسرنا الحاجز الطائفي، كسرنا الحاجز بين المناطق، واعلنا نهاية الحرب الاهلية. وهيدا بيعني نحن بدنا لازم نصنع ثقافة جديدة. شكرا لك. في هذه الأثناء نبيلة تنطلق يعني هذه المواكب السيارة باتجاه ساحة الشهداء، كذلك الأمر تكمل هذه المسيرة بطريقها إلى ساحة الشهداء. شكرا لك رالف. يعني عم نتابع المشهد، تابعنا المشهد بطرابلس، الصرخة واحدة بكل المناطق اللبنانية، يعني هنالك مشهد فقر، هنالك حاجة، هنالك تعب عند اللبنانيين. اليوم عم نحكي عن فرص عمل غير موجودة، عن بطالة، عن انعدام حتى بكل القطاعات، في مشاكل بالبيئة، بالصحة، بالتعليم، بالاقتصاد اللي هي المشكلة الأكبر. اليوم إذا بدنا نبلش نبحث عن حلول، من وين نبلش؟ أول شيء لابد من توجيه تحية لهالست يلي بتصرفها، يعني بتعلمنا كلنا درس، حكي شيء والفعل شيء. لملمت شو عندها واجت تشار، يعني تعطي المحتاجين. موقف كتير كتير حلو. ربما موضوع الحلول هو الأهم، يعني عم نوصف ونوصف ونوصف أنا وغيري مثل عم نوصف المشكلة، بس الحلول هي أهم شيء، لأنه بس تنقول شو ممكن يصير من هلأ لآخر السنة إذا ما نحل موضوع استيراد من الخارج. الاستيراد من الخارج اليوم ما فيك تستعمل دولاراتك يلي بلبنان، ولا فيك تستعمل اللبناني إلا إذا بتروح تشتري فيهم من عند الصراف. إذا اشتريتيهم من عند الصراف لا تستوردي فيهم بضاعة، يعني من هلأ لآخر السنة بيكون تقريبا كل شيء بالسوبر ماركت مستورد، مش غلي 50%، لأنه هيدا موضوع لازم نكون منتبهين له. صناعة لبنانية بتوظف أكثر من 100,000، من هلأ لآخر السنة إذا ما نلقى حل للاستيراد للصناعة اللبنانية شبيه بالحل لاستيراد المحروقات والأدوية والقمح، ممكن يكون في 50,000 عاطل عن العمل جداد. اليوم أغلبية الصناعات عم تدفع 50% من المعاش، والأرزل أنه يعني ما في اي طريقه. بلشنا نشوف تبعات هذه الازمه ايضا، بس بعدنا بالاول عم نشوف تسريح من العمل، عم نشوف ايضا خصم معاشات، عم نشوف حتى الشركات الصغيره يعني يمكن ما رح تقدر تصمد حتى بالمدارس آخر هذا الشهر. حتى بالمدارس الاهل مش قادرين يسددوا القسط، مما يعني بعض المدارس مش قادره تدفع قسط كامل. بس الاصلاح، المشكلة رح وصف لك إياها. السلطة اللي حاكمة اليوم إذا جمعتيهم كلهم على طاولة وقرروا كلهم أنه بدوا يكافحوا أو سرقات، خلينا نقول بدوا يمشوا بالإصلاح مثل ما لازم يمشوا بالإصلاح، وأهم من الإصلاح كمان أو بأهمية الإصلاح هو أو من ضمن الإصلاح موضوع الهدر. نحن مش بس عنا سرقات، عنا هدر قد السرقات. جمعيهم كلهم على فرد طاولة ما بيعرفوا كيف، ما عندهم النوهاو. يعني أنا بتأسف إني أقول هالكلام، بس لا هني ولا مستشارين الاقتصاديين بيدفعوا معاشات آخر الشهر. اللي ما بيدفع معاشات آخر الشهر ما بيعرف يحل مشاكل من هالنوع. خليني أعطيكي كم شغلة هلأ عم نعملون هني غلط. نحن منستورد أدوية 1,400,000,000 دولار، رقم مخيف لعدد سكان بلدنا بالظرف اللي احنا فيه. وانا مع انه يعطون دولارات ليستوردوا وقف الادويه بلبنان، ولكن بده يصير في تغيير بالنمط. كل دواء في مقابله دواء جينيريك
نسمح بس باستيراد الجينيريك، ما بقى نضطر نشتري انتيبيوتيك باسم تجاري معين. نشتري الانتيبيوتيك بتركيبته الكيميائيه يلي بيوصفها الحكيم. هذا الموضوع أرخص. ممكن يوفر حسب الاختصاصيين 50%. سنتابع هذا الحديث بالحلول، لكن أريد أن أنتقل إلى زميل شرب الكريم. يعني تابعنا هذه الشعلة التي انطلقت، المسيرة التي انطلقت من جل الديب باتجاه ساحة الشهداء، يبدو أن هذه الشعلة وصلت إلى ساحة الشهداء. شرب، بالفعل نبيلة، في هذه الأثناء تصل شعلة الاستقلال التي انطلقت من الشمال صباح اليوم إلى ساحة الشهداء. منذ 10:30 صباحا هذه المسيرة بدأت من ساحة جل الديب، ساحة الثوار، بعد مرورها بكافة ساحات الثورة من الشمال وصولا إلى جل الديب. في هذه الأثناء إذن تصل الشعلة إلى ساحة الشهداء، حيث ستستقر هنا في هذه الساحة التي شهدت حدثا عند الصباح تمثل طبعا بإشعال مجسم الثورة. اليوم المتظاهرون الذين وصلوا إلى هنا يقولون أن هذه الشعلة طبعا ستأخذ مكان مجسم الثورة في يوم مميز جدا بالنسبة إلى اللبنانيين في الذكرى 76 للاستقلال. هذه الشعلة تعكس طبعا أيضا مدى الارتباط الوطني بعد السلسلة البشرية، بعد بوسطة الثورة. شعلة الاستقلال إذن حاضرة في وسط بيروت. الحشود كانت كبيرة على الأوتوستراد الممتد من جل الديب باتجاه وسط العاصمة. طبعا أيضا انضم العديد من المتظاهرين إلى أولئك الذين انطلقوا من جل الديب. واللافت أيضا مواكبة القوى الأمنية، قوى الأمن الداخلي التي عملت على فتح الطريق أمام المتظاهرين، وأيضا أمنت خطا مسلكيا لبقية السيارات التي كانت تمر على الأوتوستراد، وبالتالي لم يكن هناك أي عرقلة لحركة السير على الأوتوستراد المذكور. في هذه الأثناء إذن سوف أمر على بعض المتواجدين هنا، يعني طبعا سيرا على الأقدام أصريت أن تكون المسيرة معاني كبيرة لهالنهار ولذكرى الاستقلال بالنسبة لثورة 17 تشرين تحديدا. مثل ما قلت حضرتك، هيدي المسيرة اجت سيرا على الأقدام من جل الديب. هيدا الشيء بتصور بيعكس إرادة هيدا الشعب اللي ما بتنكسر، قديش هيدا الشعب جبار وقوي وقديش قادر بطريقة سلمية يوصل للي بده إياه. نحن الاستقلال تبعنا أخذناه بشكل سلمي، والجيش السوري طلع من لبنان بشكل سلمي. نحن هلأ بذات الطريقة عم نحارب الفساد وعم نوصل رسالة مش بس للمسؤولين تبعنا، للعالم كله، أنه نحن هون موجودين ونحن ما بنرضى ببلدنا يكون هيك فيه فساد وهدر. نحن بدنا بلد محترم، نستاهل نعيش حياة كريمة. هيدا الشعب تعب اليوم، ويعطيهم ألف عافية كلهم بمسيرة بلشت من عكار، ربطت كل المناطق، عكار، طرابلس، جبال، بترون، الزوق، جل الديب، وصولا لبيروت. كسرنا كل المناطقية وأثبتنا للعالم كله نحن شعب واحد. أكيد أيضا الأمر اللافت اليوم، رفع المتظاهرين صور العماد جوزيف عون قائد الجيش مع شعارات القائد المغوار، كلنا معك وأملنا فيك. أيضا تحية كبيرة من المتظاهرين إلى الجيش اللبناني يلي كان موجود أيضا على المسار من جل الديب إلى ساحة الشهداء لحماية المتظاهرين. اليوم هلا عنك مسالم هاي من جل الديب لألك، شكرا لألك. يعني طبعا اليوم كتار عم يربطوا بين معاني الاستقلال وبين الثورة وبين أيضا هالمسيرة اللي مشيتوا فيها من محل كتير بعيد. أول شيء هذا اليوم وهذا الحدث هو بيمثل استقلال حقيقي للبنان، لبنان اللي هو انسرق لبنان اللي هو انسرق بأمراء الحرب 15 سنة. أنا قلت هذا الكلام ولا بدي أرجع أكد عليه، واللي انسرق من الطبقة السياسية الفاسدة 30 سنة اليوم عم يستقل بمعنى حقيقي. واليوم هو هذا يمكن اليوم البداية لاستقلال لبنان، وهذا اليوم اللي بيهنوا فيه هول الشهداء اللي سقطوا بسبيل هذا الوطن. هذا يوم وطني بامتياز، جمع عكار، طرابلس، البترون، جبال، زوق، جل الديب، وهون نحن بساحة الشهداء وفي اللي هي بتمثل تقريبا اغلب الساحات. فهذا يوم لحمة وطنية، يوم استقلال حقيقي للبنان، لبنان الجديد، لبنان اللي كلنا نحن فيه، أولادنا أنا وأنت وأبي اللي كان نحن فيه، هلا اليوم هو عم يستقل وعم يولد من جديد. يعني طبعا باللباس العسكري، لباس الجيش، واليوم تحية ووفاء للجيش اللبناني حامي الاستقلال. الله يخليك.
تحية للجيش اللبناني وكلنا مع الجيش اللبناني ومع الثورة. مصر اليوم كنت تنزل على الأرض بالزي العسكري كاملا؟ أكيد أنا عسكري متقاعد ونازل مع العسكريين متقاعدين ونحن كمان للثورة تبعين. والله يوفقكم ويوفقكم. بدنا مطلبنا إنه الجيش هو اللي قادر يستلم البلد ويرجع المصاري المنهوبة ويحط الحرامية اللي سرقوهم بالحبس. بدي أقول إنه هاي المعركة ما لنا نلغي حدا بالمجتمع اللبناني، هي ضد الفساد. يعني منطلب حتى من الأحزاب، نحن مش جايين نلغيكم، بلشوا نطفوا حالكم شوي شوي، واللي منيح يضل والفاسد يفل. حتى فخامة الرئيس اللي حكاه امبارح كتير مهم، ما منشك بنوايا، بس خلي يبلش من طياره وشوف كيف بعدين كلهم بهروا شوي شوي الفاسدين. أكيد لأن أكيد في أوادم. أوكي مرسي. إذن كما نرى في الصورة أيضا على وقع قرع الطناجر والأواني الحديدية من قبل السيدات في ساحة الشهداء. أهلين. عندك شيء تقوله اليوم بهالمناسبة الكبيرة إذا فينا نقول، وبهالمسيرة أيضا اللافتة جدا يلي وصلت إلى ساحة الشهداء رغم الحدث؟ نعم. يلي أغضب كتار اليوم وهو إشعال مجسم الثورة. نعم. هذا كان أحد الأسباب اللي أدت لها السيرة. منذ الاستقلال حتى اليوم لم نشهد هذا المشهد الوطني الجامع، الشعب يقوم بتنظيم عرض الاستقلال. في هذا العام كان عرض الاستقلال باليارزي بوضع الدفاع. اليوم كل اللبنانيين من عكار إلى الجنوب عابرين للطوائف والمذاهب والمناطق يشاركون في هذا العرض الوطني الجامع للقول لكل اللبنانيين نحن واحد، كلنا يد واحدة في سبيل مجد وعزة لبنان واستمرار الثورة حتى تحقيق المطالب. يعني اليوم عم تشير للعرض المدني يلي رح يكون. نعم. في أفواج. نعم. لكن من قطاعات مختلفة. نعم. بالمجتمع. نعم. اللبناني، أفواج اقتصادية، أفواج صناعية، أفواج. نعم. رياضية وغيرها. أفواج أطباء، محامين، مهندسين، صناعيين، صليب أحمر، دفاع مدني، معلمين، شابات، صبايا، أطفال، معوقين، ذوي حاجات خاصة، هؤلاء كلهم يشتركون في هذا العرض للقول اللبنانيون يد واحدة نحو الاستقلال الناجز. هذا الاستقلال بحاجة للمزيد من البذل والعطاء، وها نحن هنا كي نفعل ما يطلبه منا الاستقلال. يعني طبعا نبيلة الصورة معبرة جدا هنا مع الوصول إلى ساحة الشهداء، وأيضا انضمام المتظاهرين يلي كانوا موجودين هون أصلا بالساحة بانتظار وصول الشعلة. يعني الاستقلال أو ذكرى الاستقلال هي مناسبة لإعادة لم الشمل إذا أمكن القول بين الساحات المختلفة في لبنان، والتجمع الكبير المنتظر اليوم في ساحة الشهداء مع إشارة الجميع إلى العرض المدني المفترض أن يكون مميزا جدا. ومثل ما ذكرت يعني من جميع القطاعات راح يكون في لبنانيين عم يشاركوا بهالعرض، ودائما مثل ما عم نسمع يعني عم يقولوا الاستقلال الحقيقي هو كلمة الشعب، هو ثورة الشعب، هو وعي الشعب يلي موجود هون يلي نزل على الطرقات من 17 تشرين الماضي. على كل حال رح نجرب أيضا نحكي مع عدد إضافي من الأشخاص. شو عندك تقوله؟ ما عندي شيء، خليني فلوا كلهم يعني كلهم، ما بنى حدا منهم إنه يحسوا عدم أكثر نحكيلهش. نحيي للجيش لبنان. نحن بس يستعطفونا كيت الصبح بس عندك شيء تقوله؟ من أقوى. بس بدي أحكي لفخامة الرئيس، اسمح لي أقول له بدي أسميه ملهم الثورة لأنه بس يحكي كلام عالي النبرة بنزل ناس كلها على الأرض. يا فخامة الرئيس ادعي لمشاورات نيابية كرمال موضوع تشكيل الحكومة، هذا اللي بدنا إياه. هذا الكلام اللي عم يقوله ما بيسوى شيء يعني عنا. بدنا استشارات نيابية، يتفضل حاجي خالف الدستور. برأيك يعني الاستشارات النيابية هي الحل النهائي للموضوع؟ بس يا أنا بس بدي أقول شغلة إنه لبنان رح يرجع وأقوى كمان والحق ما بيموت. مرسي. يعني طبعا في ظل هذه الصورة الجامعة للبنان، وين جاي؟ أنا جاي من جنوب من شبعة، شبعة اللي هي إلى أكثر من 15 سنة أو 40 سنة ما حدا فكر فيها. أنا بحكي لكل مسؤول بالدولة يطلع يشوفوا ضيعتنا، الكل المحتاجين اللي فيها قاعدين شباب وصبايا مستوى عالي تركين على المستشفى، لجت الإمارات العربية المتحدة لحتى تفتحها صار عليها كتير مشاكل وما حدا تطلع فيها. كل حق بشبعة. ليه ما شفنا حراك فوق عندكم بالمنطقة فعلي؟ في عنا حراك بشبعة وكنامة، في شباب كتير عم تطلع بس للأسف ما حدا عم يطلع لفوق لعنا.
أنا بتمنى منكم تطلعوا وتشوفوا الشعب اللي بيطالب بحقه بالضياع عنا. أنتوا يعني من المناطق البعيدة عن المركزية، بعيدة عن العاصمة، ودائما كان في منادات إنه أنتوا من المناطق المهمشة رغم اللي قدمته الكتير للبنان. اليوم شو أبرز مطالبكم عادة بتكون بالحراك اللي عم تعملوه مثل ما قلت لي فوق؟ أبرز المطالبات اللي بدنا إياها نفس الشيء اللي عم تطالبه الشعب، الحكومة مستقلة تأخذ حق المواطن اللبناني بشكل عالي، لأنه كل حقوقنا نحن بالدول العالمية ما يأخذوا حقوقها إلا بلبنان. حقنا اللبناني كمواطن لبناني، هيدا ابني مديون للدولة اللبنانية بقصة الحكومة. ليش نحن كمواطنين لبنانيين مش مدور حقنا؟ يعطونا بس على قليل الحق المواطن لناخذ بس حقوقنا. حقنا ضايع بكل شيء، حقنا ضايع، نحن حقنا ضايع. لا عم يعطونا حق الشيخوخة، لا عم يعطونا كضمان للشباب، لا عم يعطونا كحق المواطن كعلم كدرجة أولى بلبنان كمواطن لبناني. أنا كان لبناني إلي حق بكل شيء، علم ابني وخلي ابني على مستوى من العلم من الدولة اللبنانية. الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، يعني أنتوا أيضا موجودين على الأرض، وأنتوا أكيد كان عندكم دور كتير كبير بتثبيت الاستقلال. نعم نحن يعني لأنه حقنا مهدور مثل اللبنانيين، من حقنا نتظاهر مع اللبنانية، طالب بحقنا وحقنا، يعني نحن مهدورين ونحن مهدور حقنا، عم نطالب بحقوق الشعب اللبناني ككل، نحن جزء من هالشعب، وبدنا انتخاب، بدنا حكومة مستقلين وانتخابات مبكرة، لأن هالانتخابات كانت معلبة وما فهمناها كيف صارت، يعني صارت مثل السرقة، ورئيس جمهورية للأسف الشديد بهالانتخابات يعني هو طعم بهذا المجلس مرتين وانتخبوا. طيب كيف يعني؟ ما بعرف انه كله فيه غلط بغلط بغلط، واخر شيء لوين؟ بدنا هذه الثوره الحقيقيه، وما بيشوف شاف تلت الشعب اللبناني، بس التلتان وين انه؟ سالوا التلتان ليش ما شافون؟ بهذا هو السؤال اللي بوجهه للرئيس، انه في تلتان الثوان لا ما حكيت فيهم. اي حدا بالسلك العسكري بيعني له كثير يوم ذكرى الاستقلال، اليوم الى اي مدى فعلا بيعني لكم أكثر هالمشهد الوطني الجامع والأشخاص اللي أيضا عم يدعموا قضيتكم؟ أنا بحس هلأ اليوم بلش الاستقلال، هذا أول استقلال يعني 90% حقيقي، صار لك أنت جاي أسا بيكون أكثر، هذا الاستقلال الحقيقي تقريبا بلش، وهلأ بدنا نبلش نعد للاستقلال الثاني إن شاء الله، الاستقلال الثاني إن شاء الله. إذن الشعلة وصلت إلى مكانها في ساحة الشهداء مع تزايد أيضا أعداد المتظاهرين في الساحة. نبيلة أكيد رح يكون لنا مواكبة أكثر يلي عم يصير بساحة الشهداء بانتظار بداية العرض المدني بعد الظهر. معالي الوزير، كنا عم نحكي عن حلول، كنا عم نحكي اليوم عن توصيف أيضا الواقع والأخطاء الاقتصادية، إذا مثل ما وصفتها حضرتك أنه في أخطاء معينة عم بتصير اليوم، الناس بدها تعرف لوين واصلة، ما أفق هذه الأزمة بالوقت الحاضر؟ ما في أفق بالوقت الحاضر، ما عندنا المعطيات لنعرف لوين واصلين. إذا بقي منع الاستيراد من كل الدولارات الموجودة بلبنان وعدم القدرة على تحويل لبناني على الدولار وارتفعت أسعار التحويل، معناتها الوضع الاقتصادي راح بيكون قاسي جدا. أقسى شيء بهالموضوع هو البطالة، البطالة ستزيد. أنا بتوقع أنه الدخل القومي في البلد يعني سنة الجاي يكون ينقص شي 20%، يعني هيدي مأساة مأساة. فبالتالي خطوات لازم تنعمل سريعة. صلنا هلأ 6-7 أشهر وزير اقتصاد بيروح وزير اقتصاد بيجي، إنه لازم نحنا ناخد يعني نحط جمارك عالية. أنا ضد منع الاستيراد لو نحنا بالنتيجة بلد حر، بس نحط جمارك عالية على كل ما يصنع في لبنان. هل رفران قدر صلك عم تسمعيه؟ صحيح. سنه لحمايه الصناعه اللبنانيه، طبعا ليضل في ناس عم تشتغل بالصناعه اللبنانيه. الصناعه اللبنانيه تندر سلعه بتجيب هالمواد الخام من برا، يعني استيرادها تقريبا نص والباقي النص ادد فاليو بلبنان، عامل لبناني، تاجر لبناني الى اخره. فبالتالي نحن علينا كل شيء بيتصنع بلبنان، يعني فينا نعيش بدون ما نجيب بارييه، فينا نعيش بدون ما نجيب بيرة، بدون ما نجيب. لا لازم تكون أيضا متاحة، ولكن متاحة ما تضارب متاحة. هلأ نحن ما عندنا عملة صعبة
لنكون يعني نحن كنا بلد مبني على الحرية الاقتصادية، هلا صار عندنا شورتج كبير بالعملة الصعبة. فبالتالي أنا مش ضد الاستيراد وفتح الاستيراد، ولكن مجبورين نحط اليوم جمارك عالية. مرقت شوي هيك صوب التعليم، التعليم في لبنان الكلفة الطالب، طبعا هيدا سر من أسرار الدولة النووية، عرفت كيف؟ بس عم نقول تقريبا حسب معلوماتي بين 7 مليون و8 مليون. تعرف انه نحن فينا نطلب إدارة لمدارسنا، يعني المدارس الخاصة تدير المدارس العامة، وفي عنا تجربة، هاي التجربة أحد المدارس الخاصة عملوا مدرسة مجانية بالمتين، وهالمدرسة المجانية طلعت الكلفة تقريبا نص كلفة الدولة بأفضل تعليم من أفضل التعليم بالعالم، لأنه هيدي المدرسة اللي عم بحكي عنها عندها فوق 70 مدرسة بكل العالم، ومستوى التعليم مرتفع جدا جدا، يعني تلميذها بيفوتوا على أحسن الجامعات في لبنان وفي العالم. لذا موضوع التعليم بالسيستم، يعني اليوم كأنه خصخصة التعليم الرسمي؟ مش خصخصة، مش خصخصة، نحن قلنا ما نستعين بإدارة. المعلمين بدو يبقوا كلهم هن نفسهم، بس هودي بدو يخضعوا للدورات التدريبية لنعمل تحديث للمناهج وتحديث لطرق التعليم. اليوم بتعرف انه الكمبيوتر صار من ضمن التعليم، وبالتالي صار فيك تستعملي نفس الأساتذة اللي عندنا. هذا كله بالنظرة وبالمشاريع، عم نقدم مشاريع، هذه مشاريع اليوم بالعمل. من وين بدنا نبلش؟ بالعمل خلال 6 أشهر فينا ننقي 4-5 مدارس بلبنان ونسلمهم للقطاع الخاص. لا ما بحكي عن المدارس اليوم، عم تسأليني بالنظر كيف بدي أحكيكي أنا، يعني عم تطلبي مني أطرح حلول. الحلول عم نحكي هذه، شو الفرق بين الحل النظري والحل مش النظري؟ طبعا الحل المش النظري هو حل عملي، ولكن بيبدأ من نقطة صفر لازم تبلش فيها الدولة اللبنانية اليوم. طبعا. إذا ما بدنا نحكي فقط بالتعليم، لازم الدولة اللبنانية تبلش هلأ نية، في مشكلة نقدية، لازم الدولة اللبنانية تبلش هلأ نية تعطي إدارة مدارسها للقطاع الخاص يلي ناجح بلبنان ومثبت نجاحه بلبنان. هيدا موضوع أساسي وقد يكون من المشاكل الأساسية. صح، الصحة بلبنان كيف بدنا نكمل هيك؟ ضمان اجتماعي إلى آخره، من يعني عندك 15 دكان بالقطاع العام للاهتمام بالصحة، تعاونية وضمان وعسكر وإلى آخره، هيدي كلها الصناديق لازم تتوحد، هيدي الصناديق لازم تتوحد، ولازم نعيد الدراسة. إذا نحن بندفع للقطاع الخاص وبنسلمه الصحة أفضل، يعني أفضل ضمان اجتماعي طبب الناس، أو نحن نشتري تطبيب الناس من القطاع الخاص. هذا موضوع صار عليه عدة دراسات. الضمان الاجتماعي بلبنان احتكار، يعني ما بيقدر صاحب العمل يضمنك أنت كموظف أو أنا كموظف، ما بيقدر يضمننا إلا من خلال الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي بيدفع أقل من الثلث من ما لازم يحصله المضمون، لأنه هو منصمد له 8.5% كل آخر شهر، بيتصمد له 8.5%. إذا بتصمدي له إياهم ببنك خاص بيقبض 3 أضعاف اللي بيقبضون. ونفس القصة بالصحة، بالصحة في عندك كتير، لأنه بتعرف أنت من أول وظيفة بيكون بعده شاب بيفوت على الضمان، هيدا كله عم تفوت بالإجة. اليوم الدولة بس تتعرفوا ويعرفوا المشاهدين مسروق سارقة، عفوا لأستعمل الكلمة، هذا الواقع، من الضمان الاجتماعي مليارين دولار مكسور على الدولة اللبنانية اشتراكات بالضمان. كيف بده يستمر هذا الموضوع؟ فالإصلاحات ممكنة، الإصلاحات بدها خبراء وبدها قرار نهائي، قرار نهائي. احتكارات لبنان، ولكن القرار النهائي معالي الوزير، يعني هذا القرار النهائي بده يجي من السلطة، السلطة عم تستفيد من ما يحصل من هدر وفساد وسرقات. كيف اليوم بده يتم آلية هذه الإصلاحات التعديلات؟ سؤال 100% بمحله، رح بتتم لأنه الناس هولي على الشارع.
ولكن حتى الناس. اليوم للسلطة يعني مسكرة دينية عن مطالب الشعب بعد تروح تلتزم بإصلاحات معينة. إذا ما التزمت بإصلاحات معينة الشعب ما رح يطلع من الشارع، والشعب وجوده بالشارع يعني الشعب اللي عم يحكيه عن موضوع الاختلاسات وعن موضوع السرقات وعن موضوع الرشاوي 100% صحيح. فبالتالي هيدا الموضوع يعني ما فينا نستسلم نقول طبعا هي السلطة المستفيدة، والسلطة المستفيدة مش بآخر 3 سنين صحيح بـ30 سنة. وإذا بدنا نعطي أمثلة يعني حتى مؤخرا ما عادوا يسرقوا ويخبوا، عرفت كيف؟ they don't hide their traces. ايه ما بقى يعني الأشياء اللي عم بتصير، ساعة بنشتري بناية وساعة بنبيع بناية. هلا كيف ممكن نكمل نحن بالظرف اللي نحن فيه؟ وقت كنت عم بحكي عن موضوع السلسلة حملوا لي صوري على طريق بعبدة انه انا المجرم وانا حوت المال، لانه صار اذا بدك تسبي انسان بلبنان شو بتسبي؟ رجل اعمال. هي اكبر مسبه بلبنان رجل اعمال. هيدا الحقد الطبقي بلبنان ما ممكن يرجع يبني بلد جديد. فنحن وقت كنا عم نقول انتبهوا يا جماعة، ولكن مبرر هذا الحقد الطبقي كمان يعني حتى الطبقة الوسطى بلبنان لم تعد الحقد ما بحل المشاكل الطبقة الأكبر ولا مبرر. أنا ما بقول بحل مشاكل يعني فينا نبرره، لا بدنا نبرره بمظاهرات وبحركة شعبية. ليش بنسميها مظاهرات؟ بحركة شعبية أو بثورة عارفة حالها شو بدها تنطلع من هالمشكلة اللي نحن فيها. 35,000 إنسان تعينوا من الانتخابات وخلال فترة الانتخابات هودي وكان ممنوع التوظيف. هون بدك حدا يكون عنده القرار القاسي، ولكن لابد منه أنه عفوا هلأ بك ترجعوا على البيت. عن هالحدا رح نحكي ولكن بعد فاصل قصير مع الإعلان. مستمرون معكم مشاهدينا لمتابعة ما يحصل في الشارع من احتفالات بعيد الاستقلال، وأيضا مع ضيفنا في الاستوديو الوزير السابق فادي عبود. منرحب فيك مجددا معالي الوزير. كنا عم نحكي طبعا بموضوع الحلول، كنا عم نحكي بموضوع عرقلة هذه الحلول. يعني عندما تطرح هكذا مشاريع، عندما تطرح هكذا حلول على الصعود كافة، اليوم من ليس مستفيد بتقديم هذه الحلول؟ السلطة اللي موجودة على الأرض اليوم بعتقد اللبنانيين كلهم مش بس الحراك مش بس الناس اللي على الطريق متفقين انه مقسمين قالب الجبنة. بعدين خلينا نكون واقعيين وواضحين، يعني مش اللي ساكت عن الفساد مش أقل فسادا من الفاسد. فالسلطة أو ما بنقدر نعمل شيء إلا ما نتفهم مع بقية، وبالتالي أصبح الفساد هو النورم بلبنان. كل شيء له علاقة قليل 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 لتلاقي شغلة صارت كونتران عطا مناقصة ما فيها فساد. والفساد مش بس بدنا ننتبه، مش بس بالمؤسسات الحكومية، في مؤسسات عامة فيها فساد كتير وشبكة الاحتكارات. تصور إنه نحن رجي اسمها احتكار التبغ والتنباك. بتعرف إذا بتفكي احتكار التبغ والتنباك بصير في بلبنان 200 معمل للأرجيلة ولكل الدخان وإلى آخره، وإذا تم تشريع الحشيش وإلى آخره بصير في مئات المصانع على الدولة إنه هي تربح من الضرائب مش تحتكر. هيدا عم بعطيك مثل العالم نسينه مثل احتكار الضمان. عندك الاحتكارات القطاع الخاص ما حدا ينساها. طن الإسمنت بلبنان $100 على باب المصنع بأرضه، اعتبري واصل على لبنان 40-45 دولار. هودي $50 الزيادة حصة الدولة منهم أبو $15 بين التفقاء وبين الضريبة اللي محطوطة على والباقي وين هو الباقي؟ فبالتالي شبكة الاحتكارات والوكالات الحصرية، وإذا رحت أنت استوردت بكل شيء من الأدوية، هودي بدهم ينضربوا بإيد من حديد. هلأ هلأ ما في مجال لننطر. هلأ نحن السنة الماضية أو هالسنة بالأحرى رح نوصل استيرادنا 18-19 قريبين على بعض. طبعا عم نحكي عن خريطة الطريق من بعد تشكيل الحكومة بالطبع. أولى مهام الحكومة اللي عم تتفضل في حضرتك. نعم.
بعدين بده ينعاد النظر مثل ما قلنا بكل هودي اللي توظفوا خلافا للقانون، وبده ينعاد النظر بالموظفين يلي يقدرهم البعض بخمسين ألف بكل القطاع العام حتى بقلب بضع عدة بلديات يلي لشغلوا العملة ما بيداوم، حتى بيداوم مرة بالجمعة مرتين، بيجي بيسلم على مدير الكازينو بيقول له أنا هون، أنا بعرف لك كمان بالكازينو كم إنسان موظفين لا شغلة ولا عملة. فبالتالي بدنا نفك نشيل يد الدولة المحتكرة عن كل الاحتكارات الموجودة بلبنان بالقطاع العام والقطاع الخاص. دائما في متابعة ميدانية لما يحصل اليوم، يعني تابعنا وصول هذه الشعلة اللي انطلقت من الشمال باتجاه ساحة الشهداء، تابعنا منذ قليل مع الزميل شرب الكريم وصولها إلى ساحة الشهداء، وسنتابع آخر التطورات أيضا من هناك. شربل نعم نبيلة، يعني في الأثناء تتم عملية تنظيم العرض المدني الذي سيجري للمرة الأولى في تاريخ لبنان. طبعا هو عرض رمزي تحت عنوان كلنا للوطن، تشارك فيه كما ذكرت شرائح المجتمع من مختلف القطاعات ومن مختلف المناطق اللبنانية أيضا. هذا العرض المتوقع أن ينطلق عند الثانية بعد الظهر. أراد المتظاهرون أن يقسموا أنفسهم إلى أفواج متنوعة، لكل منها راية خاصة. إذن بحسب المعلومات يبدأ العرض بعزف نشيد الموت تخليدا لأرواح الشهداء هنا في ساحة الشهداء، وهو سيتألف من 41 فوج. طبعا حاليا عملية التنظيم تتم لتنتقل الأفواج من جانب فندق لوغري باتجاه ساحة الشهداء. يعني كل فوج تم إطلاق عليه تسمية، هناك مثلا فوج العسكريين المتقاعدين، فوج المعلمين، فوج البيئة، فوج الطلاب، فوج الأمهات، فوج المهندسين، فوج الزراعيين الصناعيين إلى آخره. يعني وطبعا في ظل هذا المشهد الجامع تتواصل عملية توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء التي تحمل أيضا معاني كبيرة. يعني وصول الشعلة، شعلة الاستقلال، لتكون إلى جانب تمثال الشهداء الذين يرفعون بدورهم شعلة الشهادة. مدام أنت جاي من برا اليوم خصوصي لتشاركي بذكرى الاستقلال، هل قد بيعني لك هالنهار وهل قد بيعني لك يلي عم يصير بهالساعة تتركي بلد أوروبي وتكوني موجودة هون اليوم مع باقي اللبنانيين؟ أنا ولا تركي جوزي وولادي، الجمعة قاعدة هون، بكرة راجعة بلجيكا، جوزي فرنساوي، ولادي ما بيقدروا يجيبوا جنسية لبنانية. أنا لبنانية عايشة كل حياتي ببلجيكا، خلقت بالزلقة، يعني اليوم جيت من جل الديب مشي لهون، لأنه نحن اللبنانية اللي برا عايشين برا قلبنا كتير معكم، وعم نشوف هالثورة وعم نشوف أشياء كتير عم تتغير، وعنا كتير أمل أنه يكون التغيير هلا رح يصير، لانه نحن اون تريفيير داتر ليبانيه وقت ما نكون حضرتك ايضا صحفيه بالراديو الرسمي ببلجيكا، كيف تفاعل بالمناسبه الاعلام البلجيكي والاوروبي مع اللي عم يصير بساحات لبنان؟ والله غراس ام تي في عم بحضرهم على الفيسبوك انا، لانه ببلجيكا ما كثير عم بيحكوا عن اللي عم بيصير بلبنان، مع انه نحن الثوره تبعيتنا كثير حلوه، كثير غير اللي عم بيصير بغير بلاد. نحن باسيفيك، نحن سلميه، هيدي الشغله كثير حلوه، في موسيقى، في كثير اشياء. انا عم تبعهم قد ما في على التويتر، على الفيسبوك، يعني اللي عم بتحطوهم انتم كثر خيركم انه عم بتحطوهم، لو ما هيك ما بعرف شيء. هلا انا كمان جيت لانه كصحفيه عم جرب كمان انه اخذ راي الناس هون، بدي اتسمع انه شو بدهم وليش نزلوا على الطرقات، وتقدر انا احول لهونيك ببلجيكا يسمعوا صوتكم كمان. انا اكيد صوت الام تي في وصوت المطالب الشعبيه وصلت لكل العالم بعد الثوره اللي بدات ب 17 تشرين. ايضا من الاشخاص حضرتك رح تشارك بالعرض المدني؟ طبعا متشارك وكنا عم نتشارك، بس انا بدي بس اذكر على شغله اللي صار، شيء اللي صار على بكره الصبح شيء غلط، لانه عيب، يعني خلي العالم تنبسط، تعمل ثوره تتغير هالبلد كلها، عرفت كيف؟ وانا بتمنى شغله صغيره بس، انه يرجع الدوري اللبناني واذاعه الام تي في احلى اذاعه بالعالم. وشغله صغيره بدي اقول كلمه صغيره لو سمحت، ما تاخذني يا رب، لا شماتي والنواب والوزراء يروحوا بثلاثه. شكرا لك.
بدي أقول شغلة، أول مرة من حيث بعيد الاستقلال ميسي. ليه؟ لأنه نحن اشتركنا فيه، مش قاعدين عم نتفرج ببيوتنا وحاطين تلفزيون، نحن عم نشترك بالاستقلال، فحسينا فيه عن جد كتير حلو. ميسي لك. وبدي أقول للعناصر القوى عن جد ينعاد عليها من قلبنا عم نقولها. طبعا القوى الأمنية اللي كانت مرافقتكم من ساعات الصباح الأولى لو وصلتوا لساحة الشهداء، أنتم انضميتوا للأشخاص يلي كانوا جايين من أي منطقة؟ أنا من بيروت، بس أنا جيت من الصبح بكير لأستقبل الوفود اللي جاية من جل الديب والزو ومن عكار من طرابلس. أول شيء مؤسف على اللي صار هون، بس بين إنه هنين الفاشلين ونحن إن شاء الله اللي حننتصر. هيدا من إفلاسهم ومن عم بيعطونا قوة وعزم لنكمل ونستمر. شغلة تانية بدي أقولها إنه نحن أنا قد ايه عمري هلا، انا بقول على عمري 55 سنه حضرت الحرب الاهليه والحروب كلها مرقت على راسي. ايه اول يوم بحتفل بعيد استقلال بكل معنى الكلمه. نحن معودين عيد الاستقلال بس بنشوف عرض عسكري والنواب والوزراء وبنزهق، يعني مسيره طويله وعلى التلفزيون امره منطفي امره منها. بس اليوم اثبت انه هيدا عيد الاستقلال الحقيقي للبلاد. هيدا ما بوصف لك الفرح والسعادة قد ايه مبسوطة بهالعيد الاستقلال الحرية. كفى قمع، كفى سلطة، كفى نفوذ. نحن بدنا نعيش بهالبلد، بدنا نعيش بقى. وشكرا لكل الاعلاميين، وبتأسف على القمع اللي صار للنيو تي في امبارح، يعني جد مؤسف هيدا جد. شكرا لك. انتو كمان جايين تحتفلوا بالاستقلال وجايين تحتفلوا بلبنان. ايه نحن جايين صرنا اكتر من 30 يوم هون بالشارع وبعد ما نهزم من كراسي، ونحن اليوم بمناسبة عيد الاستقلال نزلنا كلنا وحنضل ننزل لينزلوا كلهم وكلهم يعني كلهم. اذا ما حصل صباح اليوم في ساحة الشهداء طبعا ساهم بشكل او باخر بتوافد المزيد من المتظاهرين الذين واكبوا وصول الشعلة الى هذه الساحة. في هذا الوقت طبعا تعداد الافواج المشاركة، نعم شربل، في العرض المدني. أكيد نبيلة رح يكون لنا صورة أوضح خلال انطلاق العرض المدني بعد حوالي النص ساعة ومواكبة أكيد معك. عودة إليك. شكرا لك شربل، طبعا سوف نكون معك برسائل لاحقة، ولكن أريد أن أبقى في بيروت ولكن من نقطة أخرى مع الزميلة منى صليبة. منى، نبيلة الرسالة الأولى لهذا النهار قررت أن تكون من هذه النقطة حيث كانت قبضة الثورة، وطبعا اليوم تم تداول فيديو وصور بشكل مكثف عملية إحراق لقبضة الثورة مع صوت لأحد منتقد الثورة، وكان فرح لعملية إحراق اليد قبضة الثورة التي كانت رمز في ساحة الشهداء. ولكن بحسب ما علمنا بأن هذه القبضة مع كلمة الثورة بعد في ساعات بعد الظهر، ليس بوقت بعيد، لأن كل ما يفعله من يريد أن يعكر ويزرع الفتنة إنما يكون له رد فعل عكسي بحسب بعض المنظمين. سرعان ما قام المحتجون أو المندسون أو يعني أي تسمية تطلق على من يقوم بعمليات تخريب لاحظ قيامهم بإحراق قبضة، سارع عدد من الأشبان إلى تنفيذ قبضة أخرى ليصار إلى رفعها، ولكن الحديد هذه المرة بمعنى أحد لن يستطيع أن يحطم أو يضرب النار فيها، وستكون في ساعات بعد الظهر. طبعا عبر مكبرات الصوت ينادون للأفواج المشاركة أو التي ستشارك في العرض المدني اليوم للتمركز في النقاط المحددة. هو تنظيم فعلا لافت، طيلة أيام وساعات يعمل منظمون من كل المناطق على تنظيم هذا اليوم. وطبعا يوم الاستقلال، عيد الاستقلال، بعد الاستقلال كان وسط بيروت يشهد عرض عسكري في السنوات السابقة إما في ساحة الشهداء أو عند جادة شفيق الوزان، لكن اليوم عام 2019 الصورة مغايرة. الثورة تفرض إيقاعها على عيد الاستقلال اللبناني. عدد الحشود في الساحة الواصلين ملفت لهذا الوقت من النهار. أجراءات أمنية صحيح.
لوصول المدنيين الثوار الذين سيشاركون في العرض المدني. إذن كما نرى بعدسة لطف الله كيف الإجراءات، كيف يقف يعني خلف سياج من الإعلام اللبناني، لأنه المسيرة أو العرض المدني سيكون عند هذا الطريق. طبعا نقطة الانطلاق ستكون عدد من الأفواج من أمام مبنى صحيفة النهار، أمام فندق لوغري، وعدد من المباني. طبعا كل هذه الساحة، ساحة الشهداء، حتى تمركز عن نقطة تمثال الشهداء وصولا للرياض صلاح. إذن الصورة اليوم فعلا مغايرة عن الأيام 36 اللي طبعا هو يوم مغاير، ولكن كل يوم يبتكر الثوار طرق جديدة من التعبير، فما بالك نبيلة واليوم عيد الاستقلال، ابتكروا فكرة يعني تكون لائقة، فبدال العرض العسكري حولوه إلى عرض مدني بمشاركة الأفواج مثل ما سبق ونذكر، أفواج فوج فنانين، فوج الدراجين، فوج العسكريين المتقاعدين، فوج الإعلاميين، فوج المهندسين، يعني كل الفئات نظم إلى أفواج، وستكون منطلقة لكل فوج انطلاقة من نقطة محددة ليكتمل العرض المدني. ونحن نقترب أكثر من صحيفة النهار، يمكن أن نرى العدد الكبير من المدنيين الذين سيشاركون في هذا العرض. دائما مع رفع الأعلام اللبنانية، ولكن لافت اليوم أيضا رفع علم الجيش شرف تضحية وفاء، كمان يعني تحديدا لأنه ذكرى الاستقلال. هذا لا يعني أن علم الجيش لم يرفع في الأيام الماضية، ولكن اليوم بشكل خاص. كمان أود الإشارة إلى يعني مثلا هذه السيدة كيف ترفع صورة قائد الجيش العماد جوزيف عون مع عبارة كلنا معك، وهالصورة شفتها مع كتير ناس حاملينها. نحن كلنا تحت العلم اللبناني ومع الجيش اللبناني ومع سلاح الجيش اللبناني، كنا لبنانية. هيدا الشيء اللي عم بيصير هلأ شيء كتير حلو وشيء كتير صحي، لأنه العالم رجعت توعى أنه كلنا إيد وحدة، كلنا لون واحد، لون الأحمر والأخضر والأبيض يلي هو العلم اللبناني، توحدنا. وإن شاء الله هيدي الثورة مستمرة، وكل ما حرقوا شيء نحن بيرجعوا بولعونا من جديد، وما حننطفي غير لحتى ناخد حقوقنا ويرجع لبنان الحلو الأخضر اللي نحن فيه نحن وولادنا وأحفادنا. حضرتك من وين جاي لتشارك؟ أنا جاي من صيدا، جاي من صيدا، حب اليوم شارك هون مع البيروتية كلهم من كل النواحي، وإن شاء الله كل لبنان اليوم بساحة الشارع. كلنا ياتنا. حضرتك كمان جاي من صيدا؟ جاي من صيدا. أنا أول شيء بدي أقول أنه نهارة الاستقلال اليوم نحن عم نحققه. الاستقلال ببلش من اليوم، من نحن إيد وحدة كلنا سوا، لبنان، سور، صيدا، كلنا سوا، وإن شاء الله نقدر نعمل شيء، وكلنا مع الجيش اللبناني. بونجور مدام، حضرتك من وين جاي؟ من بيروت. شو بيعني لك أنك تشاركي بعرض مدني اليوم بساحة شهداء بذكرى الاستقلال؟ وطبعا يعني ثورة عم تنظم هيدي المسيرة اللي هلأ عم بتصير، هي تعبير عن وجع، عن وجع الناس يلي ما قادرة تأمن بقى مسيرة حياتها، مسيرة مدنية من أجل تأمين مسيرة الحياة، مسيرة العيل. وأنا هون بس بدي أقول شغلة حتى يكون عطيناهم حقهم، الشهيد علاء أبو فخر له سبب كبير وهو موجود بهيدي المسيرة، وترك فينا أثر هو ومرته وولاده، وهو ما حينتسى. نحن شبعنا وجع، شبعنا قهر، بكفي هالقد بدنا نعيش مرتاحين، بدنا نعيش بكرامة. شكرا منى صليب. خليني أحكي معك، حضرتك عم بتنظم هون المسيرة المدنية؟ نعم. طيب. العميد سامر روح، تشرفنا عميد. خبرنا يعني انتوا العسكريين المتقاعدين عم بتنظموا ولا عندكم فوج مشارك؟ نحن عم ننظم المهرجان من كل هي التنسيق الثوره وكل الثوار المشاركين من كل التنظيمات. نحن لا ندعي اننا الثوره، كل اكيد اكيد بس بعرف انه هو الثوره. نعم اكيد بعرف عندكم فوج كمان. نعم. العسكريين فوج المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وانا شي 40 50 فوج من كل قطاعات الشعب اللبناني. يعني انت تاريخيا كنت تمشي بعرض عسكري. نعم. هون او بساحه شهداء او بجده شفيق. نعم. الوزان، شو الفرق بين السابق وقتها كنت عسكري عم بتداوم واليوم؟ الفرق في شيء مضحك، انه العسكري قال له مشي منيح، علي اجرك، وطي ايدك، بيسمع الكلمه. بس الصبايا عم نضطر نقول له الحلوين لقام والكبار العمر لقدام، فبيرجعوا الكبار العمر لورا. لا بالوقت هذا تظاهرة وطنية حشيدة وحلوة كتير. منذ الاستقلال لحد هلأ لم يحصل هذا الأمر. المدنيين والثوار الثائرين الموجودين بكل المناطق، العابرين للطوائف والمذاهب والمناطق، يشاركون بعرض مدني رائع، يشاركون
يجسد الوحدة الوطنية للشعب اللبناني. هذه ثورة قامت وستنتصر وستحقق مطالب الشعب اللبناني المظلوم بإذن الله. شكرا. رح أقرب أكثر مع ناس، ما بعرف قديش عندي وقت. نبيلة، طبعا أعداد الناس كثيرة. بونجور. شو بيعلك انك تكون مشارك بعرض مدني بعيد الاستقلال وقت كنا نتفرج على عرض عسكري على الشاشات؟ والله ما في احلى من هلا كنا عم نحكي انه احلى شيء هو اصلا العيد للعالم مش الزعمة. نحن نتفرج على الزعمة بننسى انه هيدا عيدنا الاخير، عيد استقلالنا نحن مش عيد استقلالهم هن. نحن بدنا نحطهم لقلهم بالحبس ونحن مستقلين هلا صرنا. شكرا كثير. اليوم بالفياضية اللي عم يحتفل كانوا الحرامية، هون الاحتفال مضبوط لعيد الاستقلال. شكرا. اذا نقرب اكثر من نقطة انطلاق الافواج مع هالتنظيم يلي في كثير ناس من المتطوعين المنظمين طبعا على الارض مجندين كانوا خلال الايام والساعات الماضية. يمكن ان نرى فعلا التنظيم يلي هو جاء عفوي بمكان ما لهذه المشاركة. هيدا الفوج. إذا نبيلة، بعد قليل تبدأ أو يبدأ العرض المدني، ولافت كمان مثل ما شاهدنا عبر الشاشات من الصباح كيف وصلوا من مختلف المناطق اللبنانية ليكون نقطة أو لتكون ساحة الشهداء هي النقطة الأساس، نقطة التجمع الأساس ليكون هو العرض المدني اليوم. نعم. في هذا اليوم التاريخي. نبيلة. نعم منى، شكرا لك. معالي الوزير، أول شيء تابعنا صباح هذا اليوم، يعني لا نستطيع إلا أن نتوقف على هذه النقطة، كيفية إحراق هذه القبضة وعمليات الشغب وتكسير الخيام اللي عم تحصل بساحة الشهداء، لماذا هذه المشاهد؟ يعني منذ بداية الثورة كان في إصرار من عند الناس أنه تكون سلمية سلمية، وحتى تفادوا بكثير من الأوقات أي صدام مع الجيش، وحتى تفادوا أي صدام مع جهات أخرى، لماذا هنالك مندسين؟ شو الهدف من هذا الموضوع؟ شوفي، لازم يعرفوا المندسين انه بهالطريقه هيدي عم بيقووا الثوره. صحيح. وكمان منع البث على قناه الجديد كمان هيدي بتقوي الثوره، خاصه ببلد مثل لبنان. هيدي الاساليب لن تنجح، وبالطبع كل اساليب القوه اللي ممكن حدا عم بيفكر فيها لمحاربه الثوره خطأ. هل هو الهدف جر لبنان إلى صدامات ربما شعبية داخلية، حرب أهلية البعض تخوف منها، تكرار سيناريوهات كنا شايفينها سابقا، هل هذا هو الهدف؟ شوف، يعني طبعا في فريق من اللبنانيين بيسوق لها الفكرة، وأنا يعني شيطنت الثورة ما بتعجبني هالفكرة أبدا. مش بس ما بتعجبني، يعني هيدي كلاسيك بطريقة نظريات المؤامرة اللي احنا كتير منحبها بلبنان. هيدي الثورة صارت، هلأ في قوى إقليمية وفي قوى بالمنطقة بتجرب إنها تستفيد من هالثورة، شيء طبيعي. هيدا مش بس بيصير بلبنان، بيصير وين ما كان. في صراع طويل وعريض بالمنطقة، في محورين بالمنطقة، محور عن تدويل هذه الأزمة يعني سوف نتحدث طبعا. بدي أرجع، أنت يعني عم نقطعك كثير اليوم بس في واقع على الأرض أيضا بدنا نتابعه. أريد أن أنتقل إلى صيدا وزميلة هبة. نعم، يعني بعد ترويقة الحصير اليوم بساحة إيليا بمناسبة عيد الاستقلال وعيد استقلال الشعب كما عم بسموه طبعا المتظاهرين هون في صيدا، نحن هلأ موجودين بساحة الشهداء بمدينة صيدا، يعني مجموعة من المتظاهرين يلي بيمثلوا مختلف قطاعات في مسيرة شعبية مدنية لإلهم، بمشاركة إذن الفئات والاختصاصات كافة من ساحة الشهداء إلى ساحة إيليا، طبعا مرورا بشوارع مدينة صيدا إلى مستشفى حمود، ومن ثم من بعد مستشفى حمود إلى ساحة النجمة، ومن ثم وصولا إيليا. يعني في مشوى تقريبا قريبة النص ساعة رح بتكون عدة قطاعات، من قطاع الطلاب، المحامين، النقابات العمالية، أطباء الأسنان، المهندسين والأطباء، الجمعيات الكشفية، أندية ورياضيين، فنانين، أساتذة، صحافة، مصورين، مصممين، الصيدلة، الجمعيات الأهلية وتجمع المؤسسات وممرضين. عم نشوفهم حاليا يعني موجودين حاليا
بساحة الشهداء. أكيد رح نكون مع كل حدا منهم قد ما فينا ناخذ كلمة سريعة. بس قبل بدي أحكي مع أيمن أحد المنظمين لحراك طبعا بصيدا. أيمن اليوم قدي هل إذا فينا نقول هل يعني عم تتجمعوا هم من ساحة الشهداء إلى ساحة إيليا، شو المعنى من هذا الموضوع وللمسيرة اليوم بمشاركة كافة هالاختصاصات؟ الهدف أول شيء تثبيت أنه الانتفاضة الشعبية بتضم كافة شرائح الاجتماعية اليوم، وهيدا الانتفاضة اليوم عم تكون شاملة وأوسع وأكبر. اليوم صار كل مواطن حاسس حاله معني بهيدا الانتفاضة الشعبية. نحن اليوم عم نحتفل بذكرى تأسيس بذكرى الاستقلال، وبالتالي لنأكد رسالتنا السياسية كانتفاضة شعبية أنه لا يكون هناك استقلال إلا إذا تمت محاسبة الفاسدين، لا يكون هناك استقلال إلا إذا تمت إعادة الأموال المنهوبة. الاستقلال الحقيقي هو بقطع التبعية لإملاءات الخارجية لصندوق البنك والنقد الدوليين، للدول الخارجية اللي دائما تفرض علينا إنه سياسات اللي بدها تعتمد بلبنان. اليوم نحن عم نجي نأكد إنه الاستقلال الحقيقي هو لما الشعب فعلا مثل ما ذكر الدستور اللبناني يكون مصدر السلطات، لما الشعب اليوم يقرر إنه كل هالسياسات الاقتصادية والمالية وكل هالنهج السياسي تبع أداء السلطة السياسية لازم يتغير ولازم يتحاسبوا عليه. فبالتالي اليوم الشعب بيقرر استقلاله، يعني تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية هو الاستقلال الحقيقي. كمان عنا من كافة الاختصاصات موجودين، حضرتك أكيد مثل ما واضح، يعني شو نازل تقول اليوم؟ نازل أقول نحن بدنا وطن، لن نتخلى عن بناء وطن، لن نتخلى عن الحرية، سيبقى لبنان رغم كل شيء عم يعملوه. حضرتك كمان يعني عن الأطباء والممرضين أطباء. شو بدك تقولي؟ نحن هون لنمثل كل فئات المجتمع، نحن بدنا لبنان حر مستقل خالي من الفساد. نعم هبة. كمان أيضا حضرتك العمال، شو بتحب تقول اليوم وليه ليه مشاركين بهالمسيرة؟ نحن نازلين من أجل التغيير نحو وطن المساواة والعدالة. نعم. أنا عن أطباء أسنان، أنا بحب أقول للسلطة لكم استقلالكم ولنا استقلالنا. استقلالنا تجسد بالوحدة الوطنية اللي جمعها مع الجيش اللبناني كمان. أيضا عن الصياد اللي تفضل، ليش اليوم موجودين؟ شو بدكم تقولوا؟ نحن الصياد اللي تابعين لتجمع المهن الحرة، وعم بنعيني مثل كل المواطنين، كل القطاعات عم بتعيني، كل مهن حرة وغير المهن حرة. نحن كمان مطالبنا مثل مطالب هالشعب، اول شيء نتحكم بيكون عندنا مستشفيات كويسه، يكون عندنا طبابه، يكون عندنا تامينات للشيخوخه على القليله اولاد. نعم اريد ان انتقل الى الان درغام من طرابلس لمتابعه هذه الصوره ايضا. تفضلي من طرابلس. ما زلنا عم نواكب قضية محمد الزعبي يلي طبعا تم توقيفه ليلة أمس، وفي آخر المعلومات بأنه موجود في فرع المعلومات، واتهمته بأنه رمى مولوتوف على شركة MTC وألفا. يعني صحة اليوم هذا الاتهام؟ اليوم مثل عم تشوفوا صورة لشخص كان عم يتظاهر من أول الثورة، عمره 21 سنة، عم يطالب وينه محمد الزعبي، عرفنا وينه، حضرتك مقربة جدا له، هل فعلا هو قام بعمل شغب أو عمل شغب بتودي اليوم لتوقيفه؟ أول شيء خليني أقول لك شغلة، ألان بغض النظر أنا مقربة منه أو مش مقربة منه، في عندك حوالي 100 إلى 150 شخص يوميا عم بيكونوا متواجدين مع بعضهم على الأرض، أقل شيء حوالي محمد، كلياتنا موجودين وعم نشوف تصرفات كل واحد فينا. نحن لما بلشنا نشتغل بقلب طرابلس كنا عم نشتغل مسيرات سلميه، كنا عم نشتغل كثير قصص بنظام وباداء تفاصيل، وكلياتنا عم نحمي بعضنا واساسا ما بنخاطر بواحد فينا. اللي بدي احكيه انا هلا عم بحكيه وماني عارفه اذا بعبر عن غضب او عن زعل او عن قرف او عن اي حاله وصلنا لها اليوم. اليوم تيتاخذ محمد الزعبي بهيدي الطريقه، هيدا شيء كثير بشع كثير. 21 سنة عمره، حكامنا لما طلعوا من أول نهار من وزراء للنواب قالوا نحن منتبنى الثورة، وقالوا نحن مع الثورة وشو بدكن وخليكن على الطرقات، ما طلع واحد إلا وقالنا نحن معكن. وين إنه هلأ يطلعوا محمد الزعبي؟ وين إنه لما مننتفض ومننزل عم نطالب بقضية إنه بدنا إياها؟ لما طالبنا بدون يحققوها ولا بدون يساعدونا لما حدا منا بيروح هيك وما معنا خبر شو عم بيصير معه. بتجيك جهة بتقلك قوى أمنية إنه والله هو بالمعلومات، ساعة بالمعلوماتية، ساعة
امبارح حكي مع اهله، ساعه لا ما حكي مع اهله، طب ولوين بدنا نوصل هيك؟ بدهم يتصرفوا يتصرفوا سطحيه مثل ما نحن بنتصرف بكل وضوح، يقولوا لنا شو عم بيصير؟ مونوتوف كب مونوتوف؟ لا نحن ما عندنا معلومات انه كب مونوتوف، ولا حدا فينا بيقول انه كب مونوتوف لانه مش عم نجرب نحميه، نحن كلياتنا كنا عم نتصرف بطريقه سلميه، هلا بيتعرض لضرب، بيتعرض لتهديد، بيتعرض، انا شخصيا اذا بدهم يفوتوني يقتلوني ولا يقتلوها ولا يقتلوا، كلياتنا حنقول قصص ونعترف فيها، منا يمكن عاملينها، اليوم نحن بثوره، بدهم يفهموا هذا الشيء، نحن بثوره، كلياتنا نازلين على الطريق غضبانين، اليوم اذا انت معصب بقلب بيتك معقول تعمل اي حركه ما تكون رضيان عنا. وصلت الفكرة، تواصلنا مع نقابة المحامين، هن كلفوا محامين أيضا في بيروت لمتابعة هذه القضية على أمل أن يرجع محمد الزعبي، ونشوف إذا رجع سالم وما تم الاعتداء عليه في خلال التحقيقات. سنوافيكم كل ما هو جديد حول هذه القضية نبيلة. نعم شكرا لك ألا. معالي الوزير، يعني وصلنا تقريبا لنهاية هذا اللقاء، كان فيه كثير من التقطيعات ما قدرنا كثير نحكي براحة، يعني كنا عم نتابع على الأرض، ولكن ختاما عندما نتابع هكذا قضية عم نلاحظها يعني تكرارا بالأسابيع السابقة، عم بيتم توقيف شبان، عم يتأخذ ذويهم لمعرفة وينهم، هذه الأساليب البعض بيشبهها بأساليب سابقة خلال الوصاية السورية أيضا، لماذا اتباع هذه الأساليب وخصوصا أنه الشباب عم تتبع أساليب سلمية على لا بس. خلينا نطول بالنا، الأساليب خلال الوجود السوري في لبنان كانت تختلف عن الأساليب اليوم. أنا عم شوف الجيش اللبناني عم يضربوا خلال التحقيق الشبان، خلينا نكون واقعيين، الجيش اللبناني اليوم عم بيتعامل مع المشكلة بعقلانية وبذكاء وبمحبة. نحكي عن التحقيق عند التوقيف، التحقيق في لبنان للأسف الشديد جزء من التحقيقات بلبنان لو شو ما كان يكون هو الكف، وهيدي شغلة يعني مرفوضة رفض قاطع، وبالتالي طبعا هذا الموضوع ما بنقبله، ولكن اليوم بغير بلدان بالعالم اقفال الطرقات بهالشكل هيدا ما بتتعامل معه القوى الأمنية، بتتعامل معه القوى الأمنية يمكن كمان بأساوي أكثر ما تعامل مع الجيش اللبناني. بدي لك شغلة، يعني ما قدرنا اليوم نحكي كثير لأنه عم نتابع الأرض، مع أنه اللي عم نحكيهم عم بيحكون على الأرض صرنا عم نسمعهم يوميا، يعني ما في شيء جديد. حدا بده يجي يعطي حلول تكلنا نقتنع، وخاصة الشباب والصبايا والعالم كله اللي موجودة على الأرض بدهم يقتنعوا إنه في مجموعة من الحلول منا بده يكون قاسي، بس إذا ما مشينا بهذا الخط بعد ما شفنا الأسوأ ممكن نروح على الفرمشية ما نلاقي الدواء اللي بدنا إياه، ممكن يصير في ننقطع من المحروقات، ممكن يزيد البطالة عشرات الآلاف من الناس، فهذا الموضوع ما بقى، يعني يا ريت بنقدر نحن نفصل يعني نظريات اللي عم نسمعها على الطريق من الحاله اللي نحن فيها. طبعا الحالة اللي نحن فيها صعبة جدا جدا جدا. طبعا ولكن معالي الوزير عندما نتكلم عن حلول بدنا نبدا من محل، حلول ما بتجي الا بتشكيل حكومه، يعني البعض يقول عن لماذا نقفز قبل ان ننهي الخطوات الاولى، على كل حال هذا الموضوع يعني خطر جدا، يعني نحن عم نقول للناس تتالف الحكومه والدنيا تصير بالف خير. لا تتألف الحكومة وطبعا لا. في اختصاصيين كتير ممكن يطرح حلول أول يعني حضرتك يعني طبعا، ولكن في بداية للموضوع طبعا إذا ما في حدا يحكم كل اللي عم نحكيهم بلا طعم، هذا شيء طبيعي، بس نحن نركز أكثر على شو بدنا من الوزير أكثر ما لقي له صفة. شكرا. تكنوقراطي مش تكنوقراطي، أنا بالنتيجة أوكي أنا تكنوقراطي، بس هيدا الموضوع بدنا نروح بسلسلة مطالب واضحة على رأسها الشفافية المطلقة. شكرا لك معالي الوزير، شكرا على هذا الحوار. مشاهدينا دقائق ومنكون مع نشرة بيروت اليوم.